صباح النصر يا أصحاب كاس مصر، صباح البطولات اللي حقيقي مش ملاحقين عليها. صباح جميل على كل أهلاوي في كل مكان في العالم، ومبروك علينا التتويج بكاس مصر للمرة 37 في تاريخ النادي الأهلي. امبارح مفيش أهلاوي ما كانش نايم، حقيقي مبسوط مش بس عشان بنقول الفوز بالأمس، لكن عشان الواحد راسه مرفوعة، الكل شاعر بفخر، الكل سعيد، الشعور اللي دايما بنحسه مع النادي الأهلي. مبروك يا أهلاوية، وصباح النصر مرة تانية، كلنا حقيقي مبسوطين، يا رب كده يزيد دايما من بطولاتنا. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك. وعايز اقول لك ان جمله صباح النصر اللي عادة جابت نتيجة، دي عامله شغل زي الفل، شغل زي الفل. صباح الفل على كل حضراتكم، مليون مبروك لكل الاهلاويه. الحقيقه من امبارح للنهارده الملايين من الاهلاويه عشاق هذا الكيان المحترم ناموا مبسوطين وصحي ومبسوطين بعد طبعا التتويج بكاس مصر في مباراه دراماتيكيه شفناها كلنا وتابعناها امبارح. الحقيقه يعني كانت حاجه جميله جدا. الاهلي يعني لو بصينا للموضوع من زاويه معينه هنلاقي هو ان الاهلي ايه غير مجموعه بطولات فوق بعض. وعلى رأي الهواد ده احنا تعبنا يا اخوانا بقى من البطولات كده كتير والله، وان شاء الله الثلاثيه يعني تكتمل برباعيه باذن الرحمن عن قريب ان شاء الله كلنا نسعد بيها. الاهلي عباره عن مجموعه كبيره جدا من البطولات، الاهلي عزيمه، الاهلي اراده، الاهلي ثبات انفعالي شفناه بشكل واضح وجلي في الفتره الاخيره من خلال مجموعه من المباريات في بطولات مختلفه شارك فيها النادي الاهلي وتوج اما بدرعها او بكاسها. 37 مليون مبروك لكل الاهلاويه، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احسن كمان. صباح الفل عليكم واهلا بيكم وبدايه حلقه جديده و10 الصبح كده رباعيه وخماسيه، وخلينا نحلم والحمد لله الاحلام بتاعتنا بتكون حقيقه. ماتش امبارح لو هنتكلم ماتش قوي، يعني طلاع الجيش من الفرق القويه جدا، نتكلم ان هو خرج الزمالك، خرج برده بيراميدز. الماتش كان قوي مع الاهلي بصراحه، لازم يتقال الكلام ده. الشوط الاول كان برده في سيطره من ناحيتهم، ولكن احنا بنقول ان البدايات ربما تكون من حق الجميع، ولكن النهايات بتكون دايما اهلاويه. فشعور جميل، و نتكلم بعد مباراة من 120 دقيقة ركلات هنا ترجيحية كمان، توج بقى الأهلي بعدها ببطولة كاس مصر المرة 37 في تاريخه على حساب الطلائع بالرباط، الجزاء الترجيحية اللي كلنا كانت أعصابنا يعني على آخرها وإحنا بنتفرج امبارح، ولكن الثقة خلتنا إن إحنا الحمد لله المباراة تنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف، ده كان لكل فريق. وبعدين حسم بقى الأهلي بعد كده المباراة لصالحه بركلات الجزاء بنتيجة هنا 3-2. نسجل طبعا الأهلي زي ما تابعنا كل من علي معلول وعمرو السوليه وبدر بنون، ودي بدايه طبعا موفقه جدا، وهدف الوقت الاساسي كان طبعا زي ما تابعنا برضو لمحمود كهربا. هو من ناحيه بدر بنون والبدايه الموفقه ده راجل لو بصينا كده الموضوع بتاعه تلاقيه جه اتمرن تمرينتين ولعب ماتش ساعتين وخد بطوله وروح نام. لا انت يعني مفيش احلى من كده. ايوه امال ايه؟ الحقيقه يعني الحقيقه ان الاهلي يعني نجح في اضافه انجاز جديد يضاف الى سلسله انجازاته طبعا بعد ما توج بالثلاثيه التاريخيه للمره الثانيه في تاريخ النادي الاهلي، وده طبعا بعد ما فاز على طلائع الجيش وتوج بلقب كأس مصر اللي طبعا كان حصل قبل منها، انه فاز الاهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم اصلا طبعا بعد ما انهى البطولة وفي جعبته 89 نقطة قبل ان يتوج بدوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك بعد ما فاز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، واتم الثلاثية امبارح بالليل بعد ما توج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش. طب حد يسالنا هل دي المره الاولى، يعني لو ما يعرفش عن تاريخ الاهلي اللي بيتوج فيها بالثلاثيه، هنقول له لا، دي المره الثانيه في تاريخ النادي اللي بيتوج خلالها الفريق بالثلاثيه او بالثلاثيه التاريخيه، بعد ان سبق ده لي في او هذا الانجاز عام 2006 تحديدا لما فاز بلقب الدوري الممتاز، ده كان برصيد 72 نقطه، وفاز بدوري ابطال افريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كمان كاس مصر على حساب الزمالك، وتساوى الاهلي بدا نقدر نقول مع فريقي برشلونه الاسباني وبايرن ميونخ الالماني اللي حققوا الثلاثيه التاريخيه دي مرتين في مسيرتهم ايضا، وحققها برشلونه في كان عام 2009 و2015، والبايرن لو نفتكر كان 2013 و2020. الحقيقه يعني عايزين طبعا نجدد التهاني مره ثانيه لكل لعيبه النادي الاهلي والاهالي لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بقياده كابتن محمود الخطيب اللي الحقيقه يعني بيسطر كالعاده في كتاب التاريخ بحروف من نور نجاحات وانجازات للنادي الاهلي من ايام ما كان لاعب وطبعا في الوضع الراهن واثناء رئاسته لمجلس اداره هذا النادي المحترم. تعالوا بقى نشوف مع حضراتكم جانب كده من الاحتفاليات، احنا من امبارح بالليل لغايه النهارده الصبح يعني حتى من خلال اليوتيوب الفيديوهات لم تنتهي وفرحه عارمه انتابت كل الاهلاويه في كل مكان بالمناسبه سواء جوه مصر او بره مصر. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاهلي ليه كتير من المحبين والعشاق حتى الغير مصريين. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي تقرير عن فرحه اللاعبين بعد الفوز بالمباراه ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.
الحمد لله. طبعا الحمد لله بطوله مهمه جدا برضو، غايبه عننا بقى لها بتاع 4 سنين من 2017، 3 سنين يعني خلي بالك، ودي ثالث مره يعني تحقق ثلاثيه في تاريخ كله، ده كان مهم جدا الحمد لله 4 مليون. طبعا في الاول والاخر برضو كل مباريات الكره دروس، النهارده برضو درس جديد في عالم كره القدم الحمد لله على كل شيء، لكن في نفس الوقت برضو هنتعلم منه. انا هنا موسم حلو جدا الحمد لله بشكل كويس قوي رقميا وعمليا وعلميا وكل حاجه عملناها يعني الحمد لله 4 مليون، لكن اللي جاي هيبقى اصعب، واللي جاي ده لازم تفكر فيه بشكل كويس، ولازم تكون متواضع بشكل كويس قوي 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 وكبير جدا، لان الكره زي الدنيا في لحظه بتديك وفي لحظه بتاخد منك، فلازم تكون مهم جدا انها حبيبي قبل اكتر واحد في ظهري العيش طلع حبيبي اول واحد على طول على طول في ظهري. توقعت ان كهربا يجيب جول النهارده؟ هو طبعا يعني انا محتاجه يركز، لا محتاجه يركز اكتر واكتر من كده كمان، لان هو عنصر فعال جدا يعني مختلف، عنده حاجات مختلفة ممكن يضيفها لنا يعني، مهم قوي ان هو يركز. اللي جاي كله اللعيبة لازم تركز، عندنا مجموعة من البطولات والمنافسات والشراسة ما بين الفرق في المستويات سواء كان محليا او افريقيا في الفترة اللي جاية يعني. الحمد لله 4 مليون الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللعيبة النهاردة كانوا رجالة وبارك لهم، بقول لهم انت الف مبروك على المباراة. المباراة كانت صعبة واحنا عارفين انها كانت صعبة، ان الجيش عنده عناصر كويسة وعملوا مباراة كويسة جدا، وهم كان في المسابقة مطلعين فرق كبيرة زي بيراميدز وزي الزمالك، طبعا كان عاملين مشاكل كويسة، واحنا عارفين ان هم النهاردة بالنسبة لهم حلم كبير ان هم ياخدوا بطولة زي دي زينا بالظبط. بالنسبة لهم برضو خد التيشيرت بتاعك ناوي ينفع كده ليه تيشيرت ليه تيشيرت بس الاول اولي تيشيرت ايه عشان قال لك هتكسبوا النهارده ولا لا؟ عشان كنا بس مسافرين، كان بيلعب معايا لعبه كده كسب و غلب عشان ناوي. انا برضو عايز اقول لعلي لطفي، هو برضو كان هو اللي بيقول لي على ضربات الجزاء، وقعد يشاور لي من بره على طول ببص له. طبعا بشكره، طبعا بشكر اللعيبه كلها، بقول اللعيبه بتاعه الجيش هارد لك، كان عامل ماتش كبير النهارده، والحمد لله على البطوله الثالثه في الموسم ده، وان شاء الله نفكر في البطوله اللي بعديها، بس عندنا دوري الاول نركز فيه، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. ومبروك للجمهور الاهلي، ومبروك للجهاز، ومبروك للاداره، ومبروك للعيبه دي كانوا رجاله النهارده. خلصت البطوله او سهلت البطوله للنادي الاهلي في اول ضربه ترجيحيه؟ الحمد لله ان شاء الله. اول حاجه مبروك على النادي الاهلي الكل الثلاثيه اللي حققناها اثناء بعد تعب كبير من الناس الكل، الحمد لله بثلاثيه تخلينا نحضروا ان شاء الله الموسم القادم في اريحيه كبيره، ما زالوا عندنا زوز القاب في موسم 2020، ان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يحقق الخماسيه ان شاء الله، نخدم على ارواحنا، عندنا تو شويه وقت ان شاء الله باش نحضروا المقابلات القادمه. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره للجهاز الفني واللاعبين الكل على المجهود طيله الموسم كامل، ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. لا والله كان جون جه من عند ربنا الحمد لله، بعد اجتهاد اللعيبه كلها، مش انا مش كهربا بس، اللعيبه كلها تعبت، وربنا اراد ان هو يكافئني ويكافئ اللعيبه كلها بالجون الحمد لله، بس يمكن حظنا ان احنا جه جون فينا في اخر دقيقه، وربنا كرمنا ضربات الجزاء يعني. حكيتوا فيها كهربا ورجلي فيها كهرباء، ضحكت ورجلي فيها كهرباء حبيبي. مليون مبروك، الله يبارك فيك يا حبيبي. الحمد لله رب العالمين، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي وللاعيبه ومجلس الاداره، لعيبه رجاله، والحمد لله ربنا كفينا في الاخر وكسبنا الحمد لله. الماتش كان صعب يعني، طبعا فرقه الجيش فرقه كبيره وعناصر كويسه، والحمد لله ان احنا كسبنا في الاخر يعني. الحمد لله طبعا يعني البطوله غاليه طبعا، وثالث بطوله في الموسم، وان شاء الله نحقق الخماسيه ونرجع جيل زمان جيل 2005، والحمد لله يعني احنا كلنا يعني قريبين من بعض، وكلنا بنحب بعض، وكلنا تعبنا الفتره اللي فاتت، وكان احنا النهارده كنا يعني بعاد شويه عشان المجهود اللي عملناه الماتشات اللي فاتت، والنهارده عملنا مجهود كبير، فربنا في الاخر يعني الحمد لله بيكرمنا عشان احنا بنتعب يعني، فالحمد لله يعني. وخامس بطوله ليا في السنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خامس بطوله في سنه ونص اهوت، فبتمنى ان شاء الله نحقق كل البطولات الفتره اللي جايه، ونخلي اسم الاهلي فوق تاني باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك. الحمد لله طبعا بحمد ربنا، التوفيق اولا من عند ربنا، فبحمد ربنا اولا والحمد لله. لا ما نقولش حاجه خلاص. لا الحمد لله دخلت يعني لقيت الموضوع رايح على التعادل ورايح على البرينات، فقلت دخلت جوه مسكت تليفوني، فكان في فيديوهات كنت انا منزلها من الفريق طالع الجيش والماتشات اللي فاتت،
فالحمد لله يعني ربنا وفقنا، ومبروك طبعا لجميع النادي الاهلي، والحمد لله الموسم ده يعتبر من اجمل المواسم اللي انا قضيتها في النادي الاهلي. الحمد لله حققنا الثلاثيه، وان شاء الله هنفرح النهارده بكتير بكره، وان شاء الله نقفل خلاص موضوع الكاس ونبدا في كاس السوبر ان شاء الله. حبيبي كهربا عامل قلق في الاوضه. لا كهربا هو ملوش حل. فالحمد لله طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. طبعا الحمد لله، الحمد لله ده فضل ونعم عند ربنا. ربنا كرمنا النهارده الحمد لله، ودخلولي برضه تعب معانا النهارده اهو، عمال يحتفل يرقص ورا. لا والله الحمد لله تعبنا، لعيبه رجاله، وان انت تبقى خارج من ماتش زي ماتش الزمالك، في ماتش الاتحاد في البطوشة دي، وتلعب 120 دقيقه بنفس الروح دي وبنفس الاداء ده، وتجيب وتضيع ويبقى عندك انت تكسب، طبعا الحمد لله وتوفيق من عند ربنا. وبشكر طبعا اللعيبه رجاله والجهاز الفني، احنا تعبنا قوي والله الحمد لله. الحمد لله لا طبعا زي ما تقول التوفيق وعدم في الحمد لله، الواحد بيركز الحمد لله. النهارده كسبنا الحمد لله بطوله، برده بطوله كاس، بطوله جبناها لجمهور النادي الاهلي الحمد لله، واللعيبه كلها كانت رجاله. وبشكر الجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره طبعا على طول في ظهرنا. التوفيق ده من عدم التوفيق ده طبعا الواحد بيعمل عليه، والتوفيق بتاع ربنا، بس الحمد لله الواحد بيجتهد ودايما دايس في التمرين، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. مبروك لجمهور النادي العظيم، مبروك للعيبه، ومبروك للناس كلها. البطوله مهمه، غايبه بقى لها سنتين ثلاثه. طبعا مبسوطين جدا ان احنا خدنا البطوله دي، طبعا ما تقلش بطوله عن اي بطوله ثانيه. انت بتحقق الثلاثيه النهارده، فالحمد لله، وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله الفتره اللي جايه. عاوزين بقى السوبر الافريقي، وعاوزين السوبر المحلي. جمهور الاهلي عاوز كل البطولات ان شاء الله. احنا بناخد مرحله. احنا النهارده خلصنا الكاس، هنفرح النهارده، بكره نبتدي نفكر بقى في البطولات اللي جايه ان شاء الله. يمكن السوبر ممكن يترحل شويه، فاحنا نركز على ماتشات الدوري اللي هتتلعب في الفتره الاولانيه دي، وان شاء الله باذن الله نقدر نحسم الدوري برده زي كل سنه بدري ان شاء الله. ببارك طبعا لمجلس الاداره وللعيبه الرجاله وللجمهور. الحمد لله ربنا كرمنا وكده معانا الثلاثيه الحمد لله، لسه بطولتين كمان باذن الله كده ربنا يكرمنا نقدر نجيبهم ونفرح بهم الجماهير باذن الله. لحظة امبارح اللي اتفرج على التتويج كانت يعني رائعة جدا، وكمان هنتكلم على الجهاز الفني هنا وهنا، يعني مشهد كان في منتهى الرقي. واحنا دايما بنقول ان كرة القدم المفروض ان هي تجمعنا مش بتفرقنا، ده المشهد اللي احنا شفناه امبارح، هي دي الروح الرياضية اللي احنا شاهدناه امبارح. مشهد كان جميل جدا، يعني حاجة بجد تسعد اعتقد كل مصري، بقى مش هقول كل اهلاوي، تسعد كل مصري حقيقي. فمزيد ان شاء الله من النجاحات، ومرة تانية هنقول مبروك للنادي الاهلي، مبروك للعيبة، مبروك لبيبو، مبروك لمجلس الإدارة، مبروك للجمهور اللي دايما بيدعم الفريق ودايما في ظهره زي ما بنقول كده، فعلى الحلوة وعلى المرة يا أهلي إحنا معاك. خلينا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي، وخدمة جديدة إحنا عايزين نقدمها لحضراتكم، لأن إحنا برضو مهم جدا نعرف الحالة المرورية، ونحاول ننقل لحضراتكم اللي لسه هينزل شغله، اللي عنده مشوار، نعرف كده الحالة المرورية أخبارها إيه. خلينا نروح دلوقتي معانا سيادة اللواء أحمد هشام، هو مدير إدارة مرور القاهرة السابق، نعرف منه الحالة المرورية. سيادة اللواء صباح الخير في البداية فندم. صباح الخير استاذ نهاوند، تحياتي لحضرتك الاستاذ كريم والمشاهد الكريم. وطبعا في البدايه بنهني اسره قناه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ومشجعين النادي الاهلي بالفوز بالثلاثيه للمره الثانيه في تاريخ النادي الاهلي. وفي نقطه كان عايزين نوضحها للساده المشاهدين، ان دي يعتبر تتابع النادي الاهلي كده تساوى مع فريق برشلونه الاسباني اللي فاز برضه بالثلاثيه في عام 2009 و2015، وكذلك بايرن ميونخ 2013-2020. وان شاء الله مزيد من تقدم للنادي الاهلي، دايما يرفع اسم مصر عاليا باذن الله تعالى. ده المعلومات دي عرفتها من عندنا بقى في البرنامج، احنا قلناها في الاخبار اول كانت خبر معانا. معلش. واضح ان ست لو مش بس خبير في الشأن المروري، ده كمان في الشأن الكروي، وواضح ان انت من عشاق النادي الاهلي. صباح الفل على حضرتك. لا يعني طبعا النادي الاهلي ده نادي عظيم جدا، وكان لي الشرف ان انا وانا صغير كنت دايما مع الكابتن الخلوق محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، ايام كاستاته كان لاعب في المنتخب القومي في احدى فنادق القوات المسلحه في شارع الطيران، وكنا دايما يعني على تواصل معاه، وحتى لعبنا مع بعض كوره انا وسيادته وكابتن مصطفى يونس. كانت ايام جميله جدا يعني الحقيقه. يعني الكابتن محمود الخطيب طول عمره هو لاعب وهو اداري وهو رئيس النادي، يمتاز بالخلق الكريم والقدوه الحسنه، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي.
وبرضه عايزين دايما اتكلمنا على الكوره. برضه عايز اوضح نقطه مهمه جدا، ان بيتسو موسيماني كان ليه دور هام جدا وفعال في يعني تطوير لاعيبه النادي الاهلي. يمكن في نقط معينه يمكن احنا لاحظناها، اول نقطه معينه وهي الضغط على الخصم، ودي يمكن ايام فايلا ما كانتش موجوده بقوه، هي موجوده دلوقتي في النادي الاهلي. النقطه الثانيه كذلك اللي هي الاستحواذ على الكوره، ان الاستحواذ على الكوره بالنسبه للنادي الاهلي بقى بدرجه دلوقتي عاليه جدا ونسبه عاليه جدا، ما كانتش موجوده يمكن ايام فايلا. يمكن كان النادي الاهلي يكسب مباريات بس كانت نسبه الاستحواذ عنده اقل من الفريق المنافس. النقطه الثالثه والاهم هو تطوير محمد مجدي قفشه، واللي انا بعتبره ان هو ان شاء الله هيكون خليفه عبد الله السعيد، احسن بلاي ميكر في مصر. هيئه التطوير رهيب جدا للكابتن محمد مجدي قفشه، ايضا بالنسبه للكابتن حسين الشحات برضه حصل نوع من التطوير دي، وان شاء الله باذن الله قادم افضل باذن الله للنادي الاهلي المصري باذن الله. سياده اللي هو احنا ما نقولش مرور بقى، احنا نحلل مع حضرتك، تجي لنا ضيف والله بجد يبقى احسن. واضح ان معلومات حضرتك يعني واهتمامك بالنادي يعني قوي جدا، وعلى كل حال احنا سعداء جدا برضه ان احنا نلاقي اهلاويه في مراكز مرموقه كده، سعداء بيك والله سياده اللواء. وخلينا بقى نطمن على الحاله المروريه، اتفضل يا فندم. طبعا معلوم بالنسبه ليوم الاحد بدايه النشاط الرسمي للعاملين باجهزه الدوله بكافه قطاعاتها الحكوميه والخدميه بالاضافه للمدارس والجامعات، وده طبعا بينعكس على الرحله الصباحيه. الحمد لله منذ الصباح الباكر وطلوع الشمس وتحسن الاحوال الجويه، حاله مروريه اكثر من ممتازه في ظل انتشار خدمات مروريه مكثفه مدعمه بالاوناش والاليات والمساعدات الفنيه لملاحظه حركه سير السيارات على مدار اليوم الكامل. نحن الان بنتكلم على ساعات الذروه الصباحيه وتحديدا حاليا الساعه 10:20 دقيقه، دي تعتبر نهايه ساعات الذروه الصباحيه من حيث تسكين الموظفين في اعمالهم والطلاب والتلاميذ في المدارس والجامعات. الحمد لله في سيوله مضيه. لو اتكلمنا على مقرات النادي الاهلي في الجزيره اللي هي تقع في 3 شارع صالح سليم بالجزيره، هنلاقي الحمد لله الامور فيها طبيعيه تماما. لكن بالنسبه لمنزل كوبري 6 اكتوبر المتجه لشارع الجبلية في بعض الكثافات المتحركه، لذلك احنا بننشط كذا قيد للسيارات القادمين من القاهره اتجاه النادي الاهلي بالجزيره. من الافضل سلوك منزل كوبري 6 اكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض باتجاه ميدان التحرير يمينا شارع كوبري قصر النيل، ومنه الى ميدان الجزيره ومنه الى النادي الاهلي. اما بالنسبه لمناطق مدينه نصر، معلوم بالتطوير الهائل اللي هو يعني واللي مستوى علمي وسط شرق مدينه نصر من حيث الكباري وكذلك من حيث توسيع المسطحات الارضيه. فبالنسبه لمحور مصطفى النحاس اصبحت في سيوله مروريه تامه في الاتجاهين، بالنسبه للكباري تم انشاء بالنسبه لتقاطع شارع الطيران مع مصطفى النحاس وتقاطع عباس العقاد مع مصطفى النحاس وكذلك امام مدرسه المنهل، فده طبعا سهل الحركه المروريه من حيث شارع الطاقه، حتى يمكن ابتدى المشجعين والمتواجدين على النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي التوجه بسهوله ويسر عن طريق شارع الطاقه الى النادي الاهلي. كذلك بالنسبه لمحور النصر تم توسعته وزياده عدد الحوارات كيف ممكن جدا تتركوا اتجاه شارع حسن مأمون والذي يقطن به النادي الاهلي. اما بالنسبه للنادي الاهلي بالنسبه للشيخ زايد، فمعلوم ان هو موجود بتقاطع طريق النزهه مع طريق القاهره اسكندريه الصحراوي، دي ويوجد تحديدا في شمال مدينه الشيخ زايد، دي منطقه هادئه تماما فيها سيوله مضيه. وعايز اوضح نقطه مهمه جدا، ان وجود النادي الاهلي في هذا الموقع ده هيساعد على التواجد السكاني ايضا بالنسبه لسكان مدينه الشيخ زايد اللي بيتجهوا خارج المدينه الى النوادي الاخرى، هيكون سهل جدا ان هم يروحوا النادي الاهلي، وده طبعا هيخفف الضغط المروري والكثافات المروريه الموجوده في مدينه الشيخ زايد ذهابا وايابا. لكن احنا دائما في نهايه الفقره المروريه دائما بنشهد سادة قيدي السيارات الالتزام بقواعد واداب المرور التعاون مع رجال المرور. وطبعا معلوم بالنسبه للجميع ان من اليوم اختبار من اليوم في غلق جزئي في شارع الهرم بسبب انشاء محطتي مترو انفاق الرمايه والاهرام، وهذا الغلق الجزئي هيستمر لمده 5 سنوات. يعني لو في يعني مزيد من الوقت ممكن نوضح التحولات المروريه الموجوده في هذا الغلق. يعني تغطية أكثر من رائعة، مشكورة جدا سيادة اللواء أحمد هشام، شكرا ليك يا فندم. حقيقة سيادة كده بقى يعني سيادة اللواء خبير مروري وكروي، يعني حقيقة يعني واضح ان هو متخصص كمان في شأن النادي الأهلي تحديدا. طيب استكمالا بقى لسلسلة الخدمات الصباحية اللي بنكون دايما حريصين يعني ان احنا نقدمها لكل حضراتكم من خلال البرنامج وتحديدا في الجزء الأول منه، تعالوا نتعرف أكثر على حالة الطقس ودرجات الحرارة من خلال هذا التقرير، ثم عودة من جديد للبرنامج. اتفضل.
طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي ونتابع كده اجواء بقى الفرحه بالكاس واخبار الفرق الرياضيه والانشطه المختلفه في النادي الاهلي ومراسلتنا هنا ابو القاسم راسل قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره. هنا صباح الخير عليكي، بنصبح عليكي انا وكريم ومبروك، اتفضلي. يا صباح الثلاثية والنصر عليك يا نهواند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني أنت يا نهواند قلتي إن وشنا حلو على النادي الأهلي، وفعلا وشنا طلع حلو على النادي الأهلي. كل الأهلوية صحيين النهاردة عندهم حالة من السعادة طبعا بعد حصول الفريق على بطولة كاس مصر امبارح للمرة 37 في تاريخه. الحقيقة إن كل اللاعبين والجهاز الفني بيكتبوا أسمائهم في بحروف من الذهب في تاريخ النادي الأهلي طبعا بعد تحقيق ثلاثية هذا الموسم. الأهلي بطل الدوري المصري، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، وكمان الأهلي بطل كاس مصر. أحب أبارك لكل اللاعبين والجهاز الفني وطبعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب. حب كمان أبارك لكل جماهير النادي الأهلي العظيمة، لكن طبعا كعادة الجماهير بنخلص بطولة نبص على طول على البطولة اللي بعدها. بنتمنى طبعا تحقيق الرباعية والخماسية والفوز في مباراة السوبر الأفريقي وكمان السوبر المصري. الحقيقة احنا تسرعنا بالحكم على سنة 2020، فهي سنة الانتصارات والأرقام القياسية والسعادة للنادي الأهلي. خلونا بقى نبدأ دلوقتي بأخبار النادي الأهلي ونبدأ بالأخبار الاجتماعية. استضاف فرع الشيخ زايد المكتبة المتنقلة، وطبعا اليوم كان من تنظيم اللجنة الثقافية برئاسة دكتور خالد جلال. الحقيقة ان اليوم كان عليه إقبال شديد من أعضاء النادي الأهلي، وكانت كل الفيدباك أو ردود أفعال الأعضاء إيجابية جدا. حابة أنوه لكل الأعضاء أن اليوم ده هيتم تكراره في فرع مدينة نصر يوم 11-12 وفي مقر النادي الأهلي بالجزيرة يوم 18-12، فياريت كل الأعضاء تشارك لأنه هيكون يوم مهم ومفيد جدا. هننتقل بقى دلوقتي لآخر أخبار الفرق الرياضية ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. منح الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وبعدها هيتم استئناف التدريبات. كمان خلاص تم التحديد انه هيتم مواجهة بطل النايجر نادي صاني دب في دوري ابطال افريقيا الدور طبعا ال 32. مباراة الذهاب هتكون يوم 22 او 23 في ديسمبر الجاري وهتكون في النايجر. اما بقى مباراة الاياب فهتكون يوم 5 او 6 يناير في مصر. طبعا بنتمنى لفريقنا التوفيق ونبدأ بقى من دلوقتي نقول له العشرة يا اهلي. اما بقى عن شباب النادي الاهلي مواليد 99، فهم افتتحوا بطوله الدوري الجمهوريه بالفوز على نادي غزل المحله 3-1. يمكن فريق غزل المحله كان متقدم في البدايه بعد ما قدر يحرز هدف في الدقيقه 14، لكن شباب الاهلي قدروا يعملوا ريمونتادا كده او كامباك ويحرزوا هدف التعادل ثم الهدف الثاني والهدف الثالث. احرز الاهداف فهد جمعه، ابراهيم السيد، واحمد الشامي عشان يحققوا الفوز على نادي غزل المحلة، وبكده يبقوا حققوا أول ثلاث نقاط في بطولة دوري الجمهورية. أما بقى فريق براعم الأهلي مواليد 2006 فقدروا أيضا إن هم يفوزوا على نادي الإنتاج الحربي بهدفين دون رد. أحرز الأهداف عمر معوض ويوسف السيد، ودي طبعا ضمن منافسات الدور الأول للمجموعة الأولى عفوا ببطولة دوري الجمهورية. وبكده يكون الأهلي حقق في البداية كده بداية المجموعة طبعا بفارق النقاط على تاني المجموعة وهو نادي الإسماعيلي. ننتقل بقى دلوقتي للألعاب الأخرى تحديدا كرة الطايرة. الحقيقة أن رجال الطايرة هيواصلوا النهاردة تدريباتهم بدون راحة بعد العودة من اسكندرية. طبعا هم كانوا غادروا الاسكندرية لخوض مباريات ودية أمام نادي سموحة وكمان نادي الاتحاد، والحقيقة أن دي مش أول مباريات ياخدها الفريق، فكان قدر يفوز برضو على نادي الداخلية وسموحة والاتحاد. كل ده طبعا استعدادا للموسم الجديد اللي إن شاء الله هيبدأ في النصف الثاني من شهر ديسمبر القادم. بتمنى طبعا للفريق التوفيق. وكمان حابة أقول أن كابتن محمد مصلحي كان صرح للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المباريات الودية دي مهمة جدا ومفيدة للفريق، فهي بتزيد من حساسية المباريات عند اللاعبين. وكمان صرح أن الجهاز الفني هدفه الأول هو الانسجام بين كل عناصر الفريق للحصول على البطولات. طبعا بتمنى لهم التوفيق أن هم يقدروا يحصلوا على جميع البطولات المحلية والإقليمية.
دي آخر أخبار الفرق الرياضية وكمان أخبار النادي الأهلي الاجتماعية. العودة ليكم مرة تانية في الاستوديو. مشكورك جدا زميلتنا العزيزة هنا، وزي ما انت قلتي وزي ما احنا هنفضل نقول احنا وشنا يا رب دايما يكون حلو على النادي الأهلي. أنا شايفة أن القناة وشها حلو والله. يا رب دايما إن شاء الله. تعالوا بقى نكمل جولتنا الصحفية مع كل حضراتكم من خلال التعرف على آخر الأخبار الرياضية في المواقع والصحف المحلية والعربية والعالمية مع الزميلة العزيزة روزان نصر مراسلة قناة النادي الأهلي من داخل مقر جريدة اليوم السابع. روزان صباح الخير عليكي، وسمعينا بقى أخبارك وعناوينك ومانشيتاتك، اتفضلي ومليون مبروك. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير عليك يا نهوند، وصباح الانتصارات والسعادة على كل جماهير وعشاق طبعا النادي الأهلي اللي متابعينا في كل مكان. يعني ألف مبروك طبعا لجمهور النادي الأهلي طبعا في كل مكان. خليني قبل ما أبدأ الأخبار النهاردة أقول لكم إن في حالة كبيرة جدا من التفاؤل والفرحة بين جماهير الأهلي في كل مكان، في الشوارع وفي البيوت، يعني صغير وكبير وأي حد بينتمي وبيحب كيان الأهلي طبعا. يعني بعد فوز الأهلي امبارح على طلائع الجيش وحصده للقب بكأس مصر للمرة طبعا 37 في تاريخه، يعني حاولت أجمع كده أهم المانشيتات اللي اتكلمت على الماتش طبعا بعده امبارح. فخليني أقول لكم أن من صحيفة روسيا اليوم، الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه. ومن صحيفة البيان، الأهلي يكمل الثلاثية بالتتويج بكأس مصر. كمان من جريدة أس العربية، تصريحات مدرب ولاعبي الأهلي بعد التتويج بكأس مصر وتحقيق الثلاثية. هكذا تحدث لاعبو الأهلي المصري ومدربهم الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني بعد التتويج بلقب كأس مصر وتحقيق الثلاثية التاريخية. كمان من موقع سكاي نيوز عربية، الأهلي كأس مصر للمرة 37 ويحقق الثلاثية. وأخيرا من جريدة الصباح نيوز، الأهلي المصري يواصل حصد الألقاب. طبعا يعني اخبارنا اليوميه بتبدا النهارده بخبر من موقع اليوم السابع، اتحاد الكره يهنئ الاهلي لفوزه بكاس مصر. تقدم الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه عمرو الجنايني بالتهنئه الى النادي الاهلي وفريقه بمناسبه فوزه ببطوله كاس مصر الموسم 2019-2020، كما تقدم بخالص التقدير لنادي طلائع الجيش وفريقه على ادائه الرائع في المباراه النهائيه للبطوله. وقال اتحاد الكره في بيان له، يتقدم الاتحاد المصري بهذه المناسبه الى جميع الانديه المصريه وجماهير الكره المصريه بالتهنئه على نجاح موسم شاق وانجاز مسابقاته المحليه بنجاح رغم الحالة الاستثنائية التي عاشها العالم طبعا بسبب فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يستوجب تقديم الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي كانت حريصة على استكمال الموسم والحفاظ على مقدرات الكرة المصرية. وخبر عربي من موقع سوبر كورة، في حضور حجازي الاتحاد يحل ضيفا على الوحدة في الدوري السعودي. يحل فريق الاتحاد المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي مع مضيفه الوحدة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط قبل انطلاق منافسات هذه الجولة، بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط ويسعى العميد لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بالدوري السعودي ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة. خبر عالمي من موقع في الجول، لا جواسيس في الدوري الممتاز، تشيلسي يقلب تأخره أمام ليدز. فاز تشيلسي على ضيفه ليدز يونايتد ب3 أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة ويتصدر المسابقة مؤقتا، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 14 نقطة في المركز 13. ويحتاج تشيلسي إلى تعثر توتنهام وليفربول في المباراة هذه الجولة من أجل الحفاظ على صدارته. وأخيرا خبر عالمي من صحيفة الاتحاد، ريال زيدان يتنفس الصعداء. تنفس المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الصعداء بعدما عاد فريقه ريال مدريد حامل اللقب بفوز نادر أمس، وذلك في المرحلة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ولم يذق ريال طعم الفوز محليا في آخر 3 مباريات، مما أدى إلى حملة انتقادات في الصحف الإسبانية، وتساءلت خلالها عما إذا كان زيدان سيبقى في منصبه، خاصة في حال فشل فريقه في ضمان بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي دوري
دوري الأبطال. في النهاية كده عايزين نفكر مشاهدينا بجدول مباريات النهاردة يوم الحد 6 ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويست بروميتش مع كريستال بالاس، شيفيلد يونايتد مع ليستر سيتي، توتنهام مع أرسنال، وليفربول مع ولفرهامبتون. دي كانت طبعا أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة اليوم السابع. ألف مبروك مرة تانية وعودة للاستوديو. ورسالة قناة النادي الأهلي، مبروك ليكي، مبروك لكل الأهلاوية في كل مكان في العالم. كالعادة أخبار كافية ووافية. وما تدخلي بينا بقى على الذكريات الحلوه والنوستالجيا. احنا خلينا فعلا نروح بقى للنوستالجيا الاهلي، ان احنا بنتكلم لما بيبقى فيه تاريخ مميز كده بنحب ان احنا نذكر نفسنا وحضراتكم بيه، زي النهارده بالظبط 6 ديسمبر 2000 بس و14 فاز النادي الاهلي ببطوله كاس الكونفدراليه، ده للمره الاولى في تاريخه لانها كانت البطوله القاريه الوحيده اللي لم تدخل بطوله او دولاب بطولات النادي الاهلي، لان اللي بيشارك فيها بيكون طبعا بطل الكاس واصحاب المركز الثالث والرابع بالدوري المحلي. وطبعا احنا بطل الدوري دايما. اللي حصل بقى في 2014 ان الاهلي خرج من دور ال 16 من دوري ابطال افريقيا، ونزل بقى وقتها بقى للمشاركه في الكونفدراليه، ده وفقا طبعا زي ما احنا عارفين لنظام المسابقات. والجدير بالذكر ان دي كانت اول مره على الاطلاق بيشارك فيها النادي الاهلي في هذه البطوله، ووصل للنهائي وتوج بالبطوله بهدف في مرمى سيوي سبورت، واللي سجله جلاد الحراس عماد متعب. بالمناسبه تعالوا نشوف مع كل حضراتكم هذا التقرير ونسمع الناس قالت ايه عن عماد متعب. اتفضل. طبعا الجون ده ما يتنسيش، هو عماد متعب نفسه ما ينساش الجون ده. طبعا الجون ده احنا كنا خلاص يعني حاسين ان البطوله خلاص بتروح مننا، بس الحمد لله الاهلي اصلا لحد الدقيقه 90 يأس عنده. معروف ان الاهلي الماتش لازم يكون خلصان، خلاص الماتش يخلص يبقى كده خلاص نعرف النتيجه. جون هايل جدا بصراحه، يعني جون فيه زي روعه، يعني هو بتاع السنه. ده يوم ما يتنسيش، ده يوم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي. يعني هدف جه في الدقيقه 96 يعني فرح شعب الاهلي كله، يعني من احلى الاهداف اللي الواحد شافها للكابتن عماد متعب. طبعا في اهداف احلى منه كتير، ما نسالوش جون اللي جابه في الاتحاد الليبي ده، انا يعني من اعظم الاهداف اللي جت لكابتن عماد متعب. يعني طبعا هدف جميل وهدف حلو قوي، وهو عماد متعب بني ادم خلوق جدا، وبني ادم لعبه حلو، لعب الكوره بتاعه جميل، وبيلعب بروح الكابتن الحمراء، فده لازم يعني اكيد. اه طبعا حاجه ما تنسيش طبعا، يعني ده هو ده عماد متعب، يعني هو ده عماد متعب، هو على طول ما يعني الدقيقه 90 زي ما بيتقال يعني، فحاجه كانت محترمه وحاجه جميله و كانت مفاجأة يعني، الناس كلها اتبسطت. طيب والله انا مبسوطه. يعني الاهلي بقى مؤخرا هو الحاجه فعلا اللي بتسعدنا، يعني الواحد ممكن يكون عنده هموم كتيره جدا، يجي الاهلي كده بطولات الحمد لله، يعني ما شاء الله في الفتره الاخيره بطوله ورا بطوله ورا بطوله، ولسه باذن الله هتلاقي نفسك كده بتنبسط، نايم مبسوط، صاحي مبسوط، بتبقى اهدى، يعني ربنا يزود من بطولاتنا. بس فعلا الاهلي حقيقي مصدر سعاده لينا بجد بشكل كبير جدا رغم اي ظروف بنمر بيها. خلينا بقى نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنبدا فقراتنا الحواريه. النهارده هنتكلم عن الاهلي، بس معانا كابتن عادل تعيمه دف العزيز، وهو صاحب بيت برضه في نفس الوقت لاعب الاهلي السابق، والفقره الثانيه هيكون معانا كابتن احمد فوزي وهو حارس مرمى الاهلي برضه السابق، هيكونوا منوريننا ونتكلم معاهم في تفاصيل كتيره جدا. خلينا نروح بس فاصل ونرجع نكمل. اهلا بكل حضراتكم من جديد، بنجدد التهنئه لكل محبي وعشاق النادي الاهلي في كل مكان في العالم. طبعا احنا مستمرين مع حضراتكم في حلقتنا وفرحتنا بنجومنا، نجوم النادي الاهلي اللي دايما الحقيقه رافعين يعني رايتنا ورافعين راسنا لفوق، ودايما مفرحيننا بانتصاراتهم الجميله اللي طبعا ما بتنتهيش. امبارح طبعا حضراتكم اكيد تابعتوا معانا مباراه قويه جدا، يعني حقق من خلالها النادي الاهلي فوز غالي كالعاده عن جداره واستحقاق امام فريق طلائع الجيش. احنا معانا في الفقره دي واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، وهنتكلم معاه عن مباراه الامس وعن رؤيته للي جاي باذن الرحمن، وكتير جدا من التفاصيل. منورنا ونور حلقتنا النهارده كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك وتشرفنا. صباح الخير يا كابتن، اهلا بحضرتك. انا هبدا بقى مش شايف المباراه ازاي من الناحيه الايجابيه، انا هبدا من السلبيات اللي حضرتك كنت شايفها امبارح. هو قبل السلبيات لازم نقول ان الموسم ده كان الاصعب والاكثر نجاحا. احنا دلوقتي زي ما انت قلت في المقدمه بايرن ميونخ وبرشلونه احنا بنتساوى معاهم. الموسم ده كان صعب ولولا فضل الله ثم اصرار اداره النادي الاهلي على استكمال الموسم، كان في حوالي 14 نادي ما كانوش عايزين الموسم يكمل،
اربع خمس انديه على راسهم النادي الاهلي اصروا ان الموسم يكتمل طبعا مع الاداره ومع الدوله مع وزاره الشباب مع اللجنه الخماسيه اتخذ القرار. ما اعتقدش ان في حد اتضر، بل بالعكس في بيوت كتيره كانت هتقفل، لان المنظومه في كره القدم فنادق وملاعب وعمال ومطاعم ومحلات ملابس حاجات كتيره جدا كانت هتقف لولا فضل الله. هل يعني اصرار النادي الاهلي على استكمال البطوله ده مبني على جاهزيه الفريق وكل لاعبيه، ولا مبني على فكره تعطش النادي الاهلي المعتاد للحصول على المزيد من البطولات؟ لا ده اكبر من كده، ده نظام دوله، سمعه دوله، دوري ما يكتملش العالم كله الدوري يشتغل فيها، هنبقى احنا من الدول القليله قوي اللي ما لا ده كان قرار سياسي مش رياضي. انت عندك بطولات كتير قوي، البطولات الكتيره دي قوي، البطوله دي ما كانتش هتضيف عليها، هي طبعا حاجه مهمه، لكن كان الاول ان انا ببص ان في بيوت بتتفتح، ان في منظومه هيبقى سلبياتها كتيره جدا، ما كانش حد هيعرف مدى السلبيات اللي كانت هتبقى موجوده لو الدوري ده ما استمرش. مش حكايه بطوله او حكايه ان الاهلي عايز يجيب بطولات، لا القرار ده طبعا قرار كان موفق جدا، واعتقد اصرار النادي الاهلي مع القرار من الدوله ثم طبعا المنظومه كلها ابتدت تنجح. اللي كانوا رافضين النهارده بيشيدوا بالقرار، 14 نادي وعاملين طلب. لا حدا فاكرين لو احنا بقى انسخنا وراهم والنادي الاهلي انساق وراهم طبعا كان الموضوع هيبقى مش مظبوط. بالنسبه لسؤال حضرتك بالنسبه للسلبيات، الحقيقه مش شايف اي سلبيه امبارح كويس، لانه في خلال 10 او 15 يوم طبعا الدوري انك بتاخدي افريقيا بعدين تلعب السيمي فاينل، تلعب الفاينل دي صعبه جدا مع الكورونا مع الاصابات مع طبعا. احنا بنشوف اي فريق بيجي لاعب النادي الاهلي بيبقى يوم المنى عنده، حتى تلاقي الالتحامات فيها كده يعني فيها عنف شويه. غيرت طاهر امبارح خد رصيه طبعا يعني شفنا الالتحامات كانت قويه جدا، هو ماتش قوي فعلا كان امبارح ماتش قوي، لكن انا شايف المباراه كانت يعني بالنسبه للجهاد اللي النادي الاهلي كان عليه مع تتابع المباريات، وبعدين لما اكون انا فرحان قوي واخد بطوله غايبه عني قوي كتير 7 سنين ثم بعدها بيومين مع الفرح والناس بيروح بقى التلفزيونات والبيوت كلها فرحانه، اللعيبه ما اتمرنتش تقريبا، ما نامتش تقريبا، وبعدين بتلعب مع الاتحاد وبعدين يومين ثلاثه تروح لاعب. هي دي سياسه يعني الخطيب دايما، هو كان حريص في كل تصريح بعد الفوز يا جماعه مش عايزين نزود فرحه يعني الفوز وكده، احنا عايزين نركز في اللي جاي، نركز في اللي جاي، فدي هي دي السياسه اللي احنا ماشيين عليها في الاداره كمان اداره النادي. وده احساس اللاعب لما يكون رئيس النادي عنده لعب وعارف ان البطوله وعارف ان النادي الاهلي خلاص بيفرح ليله المباراه او ثاني يوم خلاص بعد كده خلاص اقفل وخش على اللي بعده. صحيح، لان احنا جمهورنا طماع، من النوع الطماع. ايوه بس ما بنلحقش نفرح برضه يا كابتن، يعني ما بناخدش وقتنا كده في التعبير عن الفرح. ما انت لما تمشي في الشارع تلاقي الناس كلها مبسوطه على الرغم مثلا زحام بتاع حاجات من دي، انما الناس بتبقى منشرحه. صحيح، في كل مكان يبقى مبسوط لان دايما النادي الاهلي دايما جمهوره يعني متعطش للبطولات. طب عايز اسال حضرتك على مجموعه لقطات، طبعا امبارح كان في لقطات كتيره جدا جديره بالتوقف عندها وتاملها، بس انا هسال حضرتك على مجموعه لقطات كده وتقول لي كنت شايفها ازاي، عينيك كانت شايفاها ازاي ووجدانك كان مترجمها في صوره ايه. مثلا لقطه كهربا ودموعه بعد المباراه، لقطه قفشه وهو بيتصور مع الكاس وبيعمل بايده علامه ان ده او دي البطوله الرابعه اللي بحصل عليها مع النادي الاهلي في زمن قصير، لقطة زي مثلا مشاركة بدر بنون، كنت لسه بقول لنهواند من شوية الراجل ده يعني جه يعني اتمرن تمرينتين ولعب ماتش ساعتين وخد بطولة. النوع ده من اللقطات بتقف عندها حضرتك ولا بتقف يعني مركز في المجمل؟ هو بالنسبة لبدر طبعا هبتدي بيه، ده راجل جاي من بلده من المغرب، امبارح هو بيلعب يا كريم تحس ان هو بقاله 3-4 سنين انا هون في انتماء في لا لا تحس ان هو يعني انسجام مع ايمن مع هاني مع معلول. صحيح. مع يعني بيبدا الكره من تحت، وطبعا موسيماني اختاره
والنادي ولجنه الكوره والكابتن الخطيب اختاروه بعنايه، راجل الطول الكرات العاليه كلها كان واخدها. هو داخل ضربه جزاء، انا بصراحه حاطط ايدي على قلبي، لان ضربه الجزاء دي هتبقى مهمه جدا بالنسبه له وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي، فطبعا حطها باقتدار، فتحس ان هو دخل المنظومه بسرعه جدا، يمكن اسرع من اي حد، حتى لو لاعب مصري ما كانش هيدخل بالسرعه دي. على فكره زي ما موسيماني نفسه دخل في المنظومه وفي تاقلم حصل بشكل سريع، دي ميزه النادي ده بقى. النادي ده تخش تحس ان يبقى واحد من العيله على طول، تحس انت دخلت عيله، العيله دي على طول اتفضل معانا الغدا، اتفضل كذا، خلاص بقى واحد من العيله بيبات معاهم. فهو بالنسبه لبدر على صفقه ناجحه بكل المقاييس. بالنسبه طبعا لقفشه انا زعلان منه طبعا، لان ضرب ليه ده مصر كلها حباك. لا 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 زعلان منه امبارح، لا لا امبارح كان المفروض يعني أنا واخد ثقه، انا هوند واخد ثقه جامده جدا صح. بعد الجول اللي جابه في نادي الزمالك والكلام ده كله في ضربات جزاء ودي بطوله لازم اكون مركز اكتر من كده شويه يعني، وانا داخل على اسددها لازم برضو ايه استنى شويه، ودايما ده اللي بيخش يلعب ضربات الجزاء ما بيتسرعش اول ما الحكم بيصفر، بياخد اجزاء من الثواني كده يشوف الجول واقف فين، بيتحرك ازاي، يبص في عينيه يعرف هو هيتحرك فين، يبص الرجل من رجليه. حضرتك شايفه تسرع يعني نقدر نقول دخل متسرع، وكان ممكن يعني هو لعيب كوره طبعا عادي جدا رائع. شفت الجول راح يعني ناحيه الشمال، لو هو حطها بالراحه ناحيه اليمين. انا بقول دي الحاجات دي ليه؟ علشان دايما احنا كمدربين بنعلم ولادنا حاجه زي دي مهمة جدا اللي كان هتفرق معانا جدا يعني. بالنسبة طبعا كهربا هو قال أربعة كقفشة، لو قعد 40 سنة يلعب في أي نادي تاني ما كانش خد بطولة. النهارده رفع في منهم بطولتين في أسبوع، بطولتين في أسبوع تقريبا، بطولتين يعني كبار قوي. طبعا يعني بطولة أفريقيا دي طبعا. بمناسبة برضو الكلام عن ركلات الجزاء الترجيحية بحكم خبرة حضرتك في الملاعب، هي بتبقى نسبة الحظ فيها قد إيه؟ ولا ما تقدرش يعني تحدد نسب بعينها؟ شوف انا بقول ان هي بالنسبه للحظ بتبقى 10% كده، انما 90% ثقه وتدريب، ثقه وتدريب، لان انا ببقى شايف مركز ثقه للاعب فين. انت حارس مرمى، انت وزنك 80 كيلو 70 كيلو، وبمجرد ما انت ال 70 كيلو دول راحوا على الرجل اليمين علشان تجيبهم على رجلك الشمال عايزه جزء من الثواني. انا كلاعب لازم ابقى دارس دي، زي ما عمل علي لطفي امبارح، عمل ايه؟ دخل وشاف على ضربات الجزاء بيلعبوها ازاي، وبيعرف اللاعب دايما بيسددها فين علشان يقولها للشناوي. دي كلها حاجات دراسه الى جانب التمرين، الى جانب قبل التمرين كمان الثقه. انا ببقى داخل طبعا الملاعب دلوقتي بتاعتنا فاضيه، انما لما يكون في 100,000 وفي 120,000 دي طبعا بتخلي الواحد اعصاب، وبعدين ضرب الجزاء بتجيب بطوله، فلازم وانا داخل لازم يبقى عندي الثقه في الله ثم في نفسي ثم الحاجات بقى اللي هي الاسباب، ان انا ابقى شايف الجول بيتحرك ازاي، عارف مركز ثقله بيروح فين. كل الحاجات دي بتيجي نتيجه التمرين المستمر بعد كل تمرين، حتى في الايام العاديه على طول باخد المجموعه اللي بتشوط ضربات الجزاء واخليها تعمل تدريب على ضربات الجزاء دي. بالنسبه للكهرباء برضو، كهرباء بقى له كام سنه بيلعب برضو ما خدش بطولات، عمليه البكاء دي لانه جاب جول حلو قوي من ولي من ايمن اشرف لمروان، مروان بيطلع بيحطها له كانك انت بتلعبها بايدك، هو لمها كويس قوي، عمل فينشنج رائع الحقيقه، لمها كويس قوي بحيث ان هي الراجل المدافع لما هيجي عليه يكون هو خدها بعيد عن رجليه صحيح، وراح حاططها في الزاويه البعيده. ده برضه بتنقله نقله، الجمهور كان واخد فكره ان الكهرباء في عصبيه وفي لا، اتضح ان هو في ثقه وبيرجع حب الجماهير وثقه الجماهير فيه، فالبكاء ده بكاء فرحه وبكاء ثقه، وبرضه خد كام بطوله كهرباء في خلال مده قصيره جدا.
جميل جدا. طيب ليه انا سالت حضرتك في البدايه عن لو في اي سلبيات شايفها؟ الواحد بيحب دايما كده برضو يقيم نفسه. البعض قال ان يعني لما حلل قال لك برضو الاهلي ضيع كام فرصه امبارح، يمكن حارس يعني حارس المرمى محمد بسام برضو قوي، ما نقدرش نقول ان هو اصلا الفريق كله قوي. بنتكلم برضو زي ما يعني قلنا في الانترو، هو نادي قوي جدا او فريق قوي جدا، قدر يخرج بيراميدز، قدر يخرج الزمالك، فاحنا بنخش في تنافس مع يعني فريق له ثقل. والمباراه كانت كمان اكبر دليل على ده، ما كانتش مباراه اكيد سهله، كانت مباراه قويه جدا. فهل حضرتك برضو شايف نفس التحليل ده، فكره هنا ان في فرص ضاعت من الاهلي لحد كبير في كل ماتش؟ احنا الماتش اللي فات ماتش الاتحاد مضيعين، في ماتش الزمالك امبارح على سبيل المثال قفشه جول تقريبا اتلعبت له، مروان لعبها له بالعرض تقريبا، مفيش حد كان ممكن دي فرصه واحده من مروان طلعها الجول ببراعه جدا. في فرص كتير الحقيقه ضاعت مننا، بس هم عارفين انه طارق العاشري بيلعب بطريقه معينه. الطريقه دي هو طبعا فرقه كبيره وفرقه قويه جدا وفيها عناصر ممتازه صحيح، لكن بيلعب بطريقه مش ممتعه. بمعنى ايه؟ يعني لو تشوف انت حارس المرمى وخط الظهر كل الكرات عليها، الكره العاليه دي انتهت من العالم كله، مش موجوده في العالم كله ان انا جول يروح شايط. يعني لو طبعا اكيد بتتابعوا طبعا المشاهد ده كنا بنشوفها زمان اكتر بكتير صحيح. مفيش، كان بيقول لك الكره الانجليزيه الراجل راح واخد الكره راح مديها وراس الحربة يطلع وخلاص، مفيش المتعه مفيش الجمال، ثم بيدافع بثمانية أو بتسعة. فطبعا دي كلها عمليات يعني تعبتنا شوية في ظل الإرهاق اللي كان موجود عندنا. ما فيش شك إن الكرة اللي هي مش ممتعة دي، وفي نفس الوقت من البداية كان في سنة عنف شوية أو سنة خشونة شوية، فيها فرص كبيرة للالتحام، كان فيها التحامات، كان فيها التحامات شديدة شوية. وطبعا أنا مع الحكم إن هو من البداية وماتش زي ده فمش بيدي انذارات بسرعه، بيدي فرصه مره واثنين وثلاثه، لكن العمليه زادت كتير. عمرو السوليه طبعا دخل فيه مرتين ثلاثه، مروان في كل كوره عاليه كان دايما الكوع والخط في الظهر والحاجات دي مع الارهاق، فدي طبعا كلها اثرت على الاداء شويه. لكن لما تشوف استحواذ الاستحواذ احنا حاجه و70 هم حاجه و30، نتيجه انه انت بتلعب كوره اكيد موسيماني مش عارف انت هتعمل ايه. يعني ما تبديش من تحت كيس ان انا لان طبعا طارق عارف ان الاهلي هيضغط من تحت، هو بيمنع دي فيروح عامل الكره الطويله. اللي نجحنا كمان ان احنا طب انا ممكن استاذنك عشان يعني ادي حضرتك المساحه تشرح لنا دي اكتر، بس ناخد على التليفون لان هو معانا بقاله شويه كابتن شطه. يا كابتن صباح الفل ومبروك. اهلا وسهلا، الله يبارك في حضرتك. اهلا بيك. يعني كابتن عادل تعيمه معانا، وكنا بنتكلم دلوقتي عن المباراه بالامس وكنا بنحاول نحلل كده المباراه. صباح الخير يا كابتن عادل. صباح الخير يا كابتن. اهلا وسهلا، ده مبروك علينا وعليك. مبروك عليك يا حبيبي النادي الاهلي. حقيقه امبارح انا اتفرجت على المباراه دي لاول مره من فتره طويله في النادي الاهلي بالجزيره الشاشه الكبيره، وكنت وسط الجماهير يعني وسط الاعضاء. حقيقه كانت لحظات بالنسبه لنا صعبه جدا، لان في كان في تفاوت في اداء النادي الاهلي الى ان طبعا ربنا كرمنا وكبنا. لكن طبعا انا ما اقدرش احلل المباراه ومعاك الكابتن عادل كابتني ومدربي و يعني استاذي انا اتكلم على الشعور العام يا كابتن عادل، والناس ازاي كانت مترقبه هذه اللحظات، خصوصا لما طلائع الجيش تعادل في اخر دقيقه من الوقت البدل الضايع، والتوتر والجماهير كانت حقيقه او الاعضاء اللي في النادي كانوا موجودين بشكل غير مسبوق يعني، وكانت بالنسبه لنا هذه البطوله مهمه جدا جدا جدا. فحقيقه يعني الى اخر يعني ضربه جزاء كان الجميع يعني في حاله ترقب شديده جدا، وعند الانتصار طبعا والمكسب كان النادي ده بشكل يعني احتفال كبير جدا، واكيد قرار الاهلي
رصدت هذه اللحظات طبعا اكيد يعني. طبعا احنا لحظه بلحظه مغطيين ومراسليننا موجودين في كل مكان، بنحاول طبعا ان احنا ننقل للمشاهد الاجواء والكواليس اللي كانت بتحصل زي ما بنقول كده لايف. بس طبعا حاجه جميله، وبنتكلم كمان كابتن شطه يعني بطوله ورا بطوله ورا بطوله، حاجه جميله جدا. ويمكن زي ما انا وكريم تحدثنا برده في الانترو، يعني الاهلي حقيقي بيدخل السعاده على الناس كلها، فده شعور من زمان من ايام حضراتكم برده ما كنتوا موجودين، المستمر، واعتقد هيستمر كمان للاجيال اللي بعد كده، فدي حاجه ربما بتميز الاهلي بشكل كبير. احب برده انا كمان اضيف على كلامك ان انا بشكر طبعا اللاعبين، طبعا اللاعبين صبروا صبر كتير جدا بعد الهدف التعادل، وكان هناك يعني نوع من ال 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 الشعور بانهم لازم يعني يتفوقوا على نفسهم، وفعلا هي ادوا اداء يعني تحملوا المسؤوليه كامله داخل الملعب مع المدرب فيكسو موسيماني. الجماهير يعني صبرت الى اخر لحظه، بحي طبعا مجلس الاداره، بحي الاعضاء، بحي الجماهير، بحي كل من وقف امام هذه الانجازات، يعني بحي الهيئه الروح الفنيه الحمراء من خلال كل الناس القائمين على هذا الانجاز الكبير، واتمنى الاستمرار ان شاء الله في بطوله السوبر الافريقي عشان نكون هناك يعني حوافز او دافع لنا في بطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله. بحيي كل الجميع حقيقه، وبشكرهم كمان حقيقه على صبرهم وعلى وقوفهم مع النادي الاهلي حتى اخر لحظه، في ايام حقيقه لازم نقضيها ونحيي فيها الجميع ان شاء الله. واحنا بنشكر حضرتك بدورنا، شكرا جزيلا، سعداء لمداخله حضرتك معانا كابتن شطه. كابتن كبير، نورتنا وشرفتنا، وبنستاذن كابتن عادل ونستاذن اكيد كل حضراتكم. هنطلع فاصل سريع ثم عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، ومستمرين في فكره هنا الانتصار والبطولات الجميله اللي الاهلي بيقدمها لنا حقيقي، واللي بيسعدنا من جو يعني من قلوبنا حقيقي، بنبقى فرحانين، بننام ونصحى زي ما بنقول سعداء رغم اي صعوبات الواحد بيواجهها. بنتكلم في بطولات ورا بعض جت حاجه جميله جدا، بنتكلم على الدوري المصري، بنتكلم دوري ابطال افريقيا، بعد كده كاس مصر، وان شاء الله السوبر الافريقي. كابتن عادل بنرحب بحضرتك مره ثانيه، ودايما بنقول اللي بعده، يعني احنا خلاص عدينا دلوقتي مرحله ومرحله رائعه جدا الحمد لله، اللي جاي بقى بنتكلم على السوبر الافريقي والماتش اللي جاي ونهضه البركان. خلينا بقى نتكلم من هنا. وبقى في نهضه البركان ثم السوبر المصري ده لسه دول بطولتين، وبعدين هنبدا الدوري، وبعدين هنبدا بطوله افريقيا اخر ديسمبر مع فريق من النيجر اظن، او حاجه الماتش هيبقى هناك. بس نهضه البركان في مصر. في مصر يعني. بس لسه اظن ما حددوش الملعب، اما في استاد السلام الاهلي او في برج العرب. دايما واحنا بنشتغل مع اللعيبه بندي لهم دايما حوافز اضافيه، يعني لما نقول لك ايه انت تاخد الدوري كفايه، لا تجيب لي كام جول، 90 جول. تجيب لي كام نقطه، ما انت ممكن تاخد الدوري ب 60 نقطه. صح. لا انا عايز 90. المره دي عندنا ريال مدريد متفوق علينا يمكن باربع او ثلاث بطولات. احنا عندنا النهارده اظن 21 بطوله على مستوى القارات، في ال 27 هم 26. لما ناخد ان شاء الله السوبرين اللي جايين رباعيه والخماسيه بقى كده، فيبقى بنحفز اللعيبه ان احنا نتفوق على ريال مدريد في عدد البطولات القاريه. فدي برضه بتبقى حافز للعيبه انك انت تبقى اكبر نادي في العالم حاصل على بطولات القاريه. فطبعا دي كلها حوافز بتضاف للعيبه النادي الاهلي. والنادي الاهلي بتاريخه بجماهيره انا بعتقد فريق نحط كتف كتف كده مع الانديه الكبيره في افريقيا، ثم في اوروبا. النادي الاهلي افضل من انديه كتير جدا في اوروبا. شعبيته وادائه وتاريخه الكبير دي بتدي مسؤوليه اولا لاداره النادي اللي بتجيب اختيار المدير الفني على كفاءة عالية جدا، اختيار اللعيبة اللي عندهم الشخصية لتناسب النادي الاهلي. المنظومة دي كلها بتبقى ناجحة لما الادارة بتختار مدير فني كويس ممتاز، بيختار لعيبة، يبقى المنظومة ماشية صح. بعكس بعض الاندية بيختار مدير فني لمجرد ما هو اختار بيجي هم اللي جابوا له لعيبة، فتبقى المنظومة دايما فيها خلل. النادي الوحيد الحمد لله المستمر على الكلام ده النادي الاهلي. الحاجه الثانيه ما بيتعاملش مع الجهاز الفني ولا مع اللعيبه
من خلال نتيجة مباراة. لما نتغلب في صن داونز 5 تلاقي رئيس النادي مقابل اللعيبة، الكابتن خطيب مقابل اللعيبة فين؟ في المطار. لما يخسروا من الزمالك يقابلهم في المطار، يقابلهم ويروح يقعد معاهم يكلمهم. ليه؟ ما بيتعاملش بالقطعة، بتعامل بالموسم. زي ألمانيا كده بتعامل مع المدير الفني، انتوا عايزين تمشوه ليه؟ ده الراجل عمل لنا نجاحات 1 2 3 4، عايزين منه ايه؟ لا، يروح مجددين له. النادي الاهلي بيعلم بقى الناس، النادي الاهلي بيعمل الكلام ده من كام سنه، من كتير قوي. فده طبعا البطولتين اللي جايين بيحفزونا ان شاء الله لان احنا نوصل للمرحله اللي احنا نتمناها ونتفوق على ريال مدريد في عدد البطولات. ودايما اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عندهم الاحساس بنبض الجماهير، ان انا على طول باستمرار بطولات بطولات، علشان الناس دي مش هتشبع زي ما هي بتاكل وتشبع. لا، احنا مش هنشبع بطولات، صحيح، في دي حاجه منتهيه. احنا هنستاذن حضرتك ان احنا ناخد التليفون اللي جاي ونهني صاحب التليفون اللي معانا. كابتن فتحي مبروك، صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك. خير يا كريم، صباح الفل حبيبي، ازيك؟ الله يخليك يا فندم. احنا زي الفل طول ما انتوا زي الفل، صباح الفل يا كابتن، وطول ما النادي الاهلي زي الفل ورافع راسنا ورايتنا في كل المحافل الرياضيه. مبروك يا كابتن. وعايزين نعرف بقى برضو، كنا بنتكلم من شويه على فكره، هي سمه غالبه الحقيقه على النادي الاهلي، واضح انها من قديم الازل، فكره ان احنا ما بنلحقش نفرح قوي لان احنا عندنا هدف تاني بعد اللي احنا حققناه، عندنا بطوله تانيه بعد اللي احنا خدناها. فواضح ان دي يعني حاجه في جينات لاعيب النادي الاهلي، ولا ايه الحكايه يا كابتن فتحي؟ لا، وطبعا اولا معلش كلمة ابارك لاعضاء مجلس الاداره على الفوز بالكاس، جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين هذا الانجاز الرائع اللي حققه النادي الاهلي في خلال يمكن مش عايز اقول اسبوع 10 ايام بياخد بطوله الانديه الافريقيه وبطوله الكاس، فده انجاز في حد ذاته. اذا كنا بنتكلم على دائما النادي الاهلي نادي نادي البطولات، يعني النادي دائما نادي الاهلي نادي البطولات، لانه دائما عنده رغبه سواء جهاز فني سواء جماهير سواء اعضاء مجلس اداره، كل الدنيا عندها رغبه النادي الاهلي دائما محرزا للبطولات، ودي بتسعد جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكل ما يعشق النادي الاهلي. صحيح صحيح. طيب اللي جاي بقى باذن الرحمن، وكنا لسه بنتكلم مع كابتن عادل طريمه من شويه انا ونهاوند عن كاس الكاس السوبر الافريقي ومباراه نهضه البركان، رؤيه حضرتك للي جاي ان شاء الله؟ لا، وطبعا النادي الاهلي يعني خلاص النادي الاهلي عنده خبرات عاليه قوي، النادي الاهلي عنده خبرات في الاجهزه الفنيه اللي بتمسك، عنده خبرات ايضا في اللعيبه، عنده خبرات في التخطيط للي جاي ايه؟ يعني كل هذه الامور الجهاز الفني واثق تمام الثقه، اذا كان بيدي راحه سلبيه للعيبه النهارده فيبتدي يشتغل على ان شاء الله مباراه السوبر، وهيدرس كويس قوي، لان برضه خلي بالك الاجهزه الفنيه بيبقى عندها النهارده كل معلومه عن المنافس. طبعا. فالنادي الاهلي هيبتدي يدرس السوبر افريقيا كويس، هيبتدي يدرس نهضه البركان كويس، عنده يعني عنده من المعلومات الكافيه على اسلوب وتكتيك واداء ولاعبي نادي نهضه البركان. كل هذه المنظومه خلاص احنا بننسى الكاس، ودي دايما يمكن الكابتن خطيب طلع في احتفاليه يمكن الانديه الافريقيه بكل في الانديه الافريقيه وقال ننسى هذا الانجاز ونفكر في اللي جاي، فالنادي الاهلي دايما بيفكر فيما بعد، بيفكر في البطوله اللي جايه ان شاء الله يعني. طيب كابتن فتحي، يعني بنتكلم برضو لان دي نقطه مهمه، يعني بطولتين في اسبوع تقريبا، ما فيش راحه، تركيز، ضغط على اللعيبه، ولكن الحمد لله يعني زي ما بيقولوا اداء رجولي في الملعب. برضو ده حضرتك لو هسالك هيرجع ليه اللعيبه، ولا هيرجع الجهاز الفني، ولا هيرجع لمجلس الاداره، ولا هيرجع لكل اللي انا ذكرته ده؟ لا، هي كل بص هي المنظومه الحمد لله منظومه النادي الاهلي كامله، يعني حتى الكابتن محمود لما بيقول واحد بيتفرج على التمارين، بيتفرج على المباريات، اعضاء مجلس اداره، كل هذا بيحس اللعيبه على انجاز، يحس الجهاز الفني على انجاز. فالمنظومه الحمد لله منظومه متكامله في النادي الاهلي، اللعيبه نفسها عندها رغبه في احراز بطولات، لان برضه هم عاشوا اجيال قبل كده، جيل السبعينات والثمانينات والستينات، كل ده حقق بطولات. فمن حق هذا الجيل ان يحقق بطولات للنادي الاهلي عشان تبقى حتى في السيري بتاعته ان يحقق بطولات مع النادي الاهلي، ودي بتبقى رغبه جهاز فني ولاعيبه يعني. ان شاء الله المزيد من النجاحات والمزيد من البطولات. كابتن فتحي مبروك، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وصباح الفل عليك، وعوده كابتن عادل صباح الفل على حضرتك يا فندم.
قبل بس ما نخوض بقى فكره التفاصيل مباراه الاهلي ونهضه بركان الفتره الجايه ان شاء الله، حضرتك في الفاصل اللي فات كنا بنتجاذب كده اطراف الحديث وكنت عملت ستريس على حته ان في بعض الاحيان ما بتبقاش راضي قوي، انت بتتكلم على كره القدم يعني بشكل عام، لما يكون اللعب فيها ما فيهاش جمل حلوه، ما فيهاش فنيات ملموسه وكرات عرضيه وحد بيطلع وخلاص على كده، هي العبره بالجماليات والعبره بالامتاع ولا العبره بالنتيجه فبالتالي بالخواتيم؟ لا، هي كره القدم، انا بقول الكلام ده على فكره من زمان قوي يعني. كره القدم اتعملت عشان الامتاع، زي ما انت بتاخد زوجتك وتروح في مسرح تسمع مزيكا حلوه، فانت بتاخد زوجتك واولادك بتروح ملعب تتفرج على الفريق اللي انت بتنتمي ليه لابس الشعار بتاعه، بتشوف فرقتك وهي بتادي اداء ممتع، وانت قاعد مش كل كره تيجي جول، فانت الجمله اللي بتتعمل بتشوف مدى فكر اللعيبه، مدى روحهم القتاليه، مدى ادائهم الفني، مش كل كره النتيجه بتبقى فيها هدف، فانت رايح علشان الاستمتاع من خلال المتعه، بتحب ان فرقتك برضه تكسب. هتكسب ازاي من غير اداء؟ انا بستغرب ساعات من احيانا ان حد يقول والله انا يعني مش مهم الاداء، المهم النتيجه. طب ما النتيجه هتيجي ازاي من غير اداء؟ ما انا يعني لو ما فيش اداء هكسب ازاي؟ خصم او منافس بيلاعب منافس لازم يبقى فيه خطه وخطه مقابله، انا بشوف نقط الضعف ايه ونقط القوه ايه، وبعدين انا بحاول ان انا استغلها. فطبعا الكلام ده لما تبقى الكره عشوائيه الناس ممكن تمل ما تروحش الملعب، انا ايه اللي هيخليني انزل من بيتي وادفع تذكره واروح وعلشان اقعد في المدرج وعلى واشجع ولابس الشعار الكره الحلوه لواحد بيلعب بيعلي الكوره ومفيش حاجه وفي عنف وفي ضرب واحد ودم لا الكوره مش كده، الكوره اتعملت للاستمتاع ما اتعملتش لحاجه ثانيه. طبعا الاستمتاع مع الفوز، ان انا بحب فرقتي واحب انها تكسب. طب فرقتي ادت اداء رائع ثم مفيش نتيجه، ما كسبوش الماتش ده، اسيب فرقتي؟ لا، متعوني كوره، المكسب هيجي بعد كده طول ما انا ورا فرقتي. عشان كده دايما بنقول جمهور النادي الاهلي رقم واحد مش 12، فده اللي بيخلي ان انا انزل اروح. ان انت احيانا كتير على فكره كنا في النادي ناخد بطوله وتبقى الناس زعلانه مش مبسوطه. طب اقول لك حاجه، المنتخب مصر مع كوبر مش رحنا كاس العالم؟ الناس كانت مبسوطه؟ ما كانتش مبسوطه. ناس كتيرة جدا شغالين في المهنة، والجمهور العادي اللي بيقعد في القهوة واللي في البيت ما كانوش مستمتعين. الراجل بيلعب على المرتدة وبيدافع، مش دي الكرة بتاعت المصريين. صحيح. احنا حضرتك شعب نحب الأكلة الحلوة ونحب الشكل الحلو والمزيكا الحلوة والمنظر الحلو، احنا شعب راقي، شعب 7000 سنة حضارة، بنحب دايما الحاجة الجميلة. أي حد من أوروبا يحب أكلنا، يحب الجو بتاعنا، يحب المنظر بتاعنا، في الكره بتاعتنا كده. كوبر لما جه ادانا حاجه تانية خالص غير اكلتنا، مش كده؟ كلنا بنحب الملوخيه والكشري. المهم ان احنا دلوقتي يعني ماشيين كده بشكل يعني الله اكبر، عشان ما حدش يقعد يقول نحسد نفسنا، بس يعني فعلا ربنا يزيد من بطولاتنا واداء زي ما يعني هنختم هنقول فعلا اداء محترم جدا جدا جدا، سواء من اللعيبه او الجهاز الفني. حقيقي احنا كلنا فخورين باللي احنا بنشهده من بطولات ما جاتش بسهوله، بطولات جت بتعب كبير جدا وضغط كبير جدا طبعا. وزي ما حضرتك ذكرت اصابات وغيابات وتغيير كمان في الجهاز الفني، ولكن كل ده كان بالايجاب، فالحمد لله يعني انعكاسه بالايجاب على الفريق، ودينا بنشوف اهو البطولات في يعني حوزتنا او في دولاب الاهلي، فدي حاجه عظيمه، وان شاء الله اللي جاي الرباعيه والخماسيه زي ما بيقولوا. الوقت جري يا كابتن عادل، نورتنا. ربنا يخليك، ربنا يشكرك. نلتقي على خير ان شاء الله على قريب باذن الله، واحنا بنناقش المزيد من النجاحات والبطولات مع النادي الاهلي باذن الله. بنشكر حضرتك، شكرا كثيرا. هنطلع فاصل سريع ثم عوده مره اخرى ل 10 الصبح في الاهلي. مستمرين مع حضراتكم في فرحتنا مع نجومنا، ودايما الاهلي اللي معيشنا الفرحه بانتصاراته اللي ما بتنتهيش ويا رب ما تنتهيش. الفقره دي معانا احد نجوم الاهلي السابقين في حراسه المرمى تحديدا، هو نموذج لابناء النادي المخلصين. هنتكلم عن الاهلي وكمان عن مستقبل حراسه المرمى في مصر. خلينا نرحب بكابتن احمد فوزي حارس مرمى الاهلي السابق. صباح الفل. صباح الفل. صباح ونصر، صباح بطولات. منور القناه ومنور البرنامج، اهلا بيك.
حضرتك معانا. ده نور كنت يعني. قبل ما ندخل معاك على الهواء على طول يعني اثناء الفاصل اللي فات كان في حوار عميق جدا داير ما بين هواد وبين كابتن احمد. انا يعني ايه طلعت بره وجيت في اواخره بس الجزء اللي حضرته كان من الدسامه ما يكفي ان انا يعني استاذنك ان احنا نبتدي بالنقطه دي اللي كنتوا بتتكلموا فيها تفصيله شخصيه النادي الاهلي. اكيد هي انا هواد كانت بتسال سؤال كده يعني بتقول لي احنا انت شايف مباراه امبارح الاهلي كان احسن ولا لا؟ فقلت لها بصراحه بما يعني ثلاث ماتشات الاخر اللي الاهلي خد فيهم بطولتين في اقل من 8 ايام النادي الاهلي ما كانش في احسن مستوياته يعني كان اداؤه مش هو الاداء التوب وكان في منافسات خاصه مباراه الزمالك في السوبر فرقه الزمالك كانت عملت جيم كويس جدا امبارح ماتش الاتحاد كان راكب المباراه في الاول وقدرنا نرجع الشوط الثاني امبارح مباراه الجيش اعتقد الجيم 50 50 60 النادي الاهلي 40 في بعض الفترات هم في اخر تلت ساعه في الشوط الثاني كانوا احسن الاهلي استفاد من الطرد في الشوط الثالث والرابع ولكن في المجمل العام الاهلي مش في احسن اوقاته بس في حته مهمه جدا في شخصيه البطل ان انت وانت ادائك مش التوب تعرف تكسب في اي وقت تعرف تكسب بمجهود فردي تعرف تكسب بمجهود جماعي بتعرف تكسب بنيات يعني ايه نيات يعني بمعنى صح الكره بتدي من يستحق في الاخر هو سبحان الله امبارح في ضربات الجزاء الشناوي شال واحده وفي كورتين في العرض كنا ممكن نكسب واحد يعني هم تعادلوا في الدقيقه 90 بس هو ربنا يعني دي وجهه نظري بيعمل كل ده ليه عشان يكافئ الشناوي مش معقوله على الموسم العالي اللي الشناوي عامله طول السنه ده ما يطلعش بحاجه في الاخر لا ده هو ربنا بيوصل له في الاخر احنا نوصل لضربات الجزاء وانت اللي هتكسب النادي الاهلي عشان البطوله تتحسب ان انت اللي جبتها للنادي الاهلي فهي في نيات صغيره كده وفي تفصيلات صغيره ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لبعض الناس امبارح انا شايف ان ربنا كافئ الشناوي على الدور المحوري اللي عامله في النادي الاهلي السنه كلها فزي ما بقول لحضرتك شخصيه البطل تتمثل في ان انت ازاي تعرف تكسب في اي وقت حتى وانت مش في اعلى مستويات وده اللي كان ظاهر امبارح واعتقد الناس كلها شافته النادي الاهلي وهو مش في قمه تركيزه ولكن بيعرف يفوز ودي ميزه كويسه جدا حلو جدا طيب لو هروح معلش معاك للتفصيله دي ليه حضرتك شايف او لو هنحلل الجزئيه مش في قمه تركيزه راجع لايه انا شايف ان بص حضرتك مفيش شك تغيير المدير الفني في خلال شهرين مأثر بالسلب على النادي الاهلي في الناحيه التكتيكيه تاني في الناحيه التكتيكيه او اللعب الجماعي انما في الناحيه المعنويه اللعيبه كلها بتحب المدرب جدا والمدرب من النوع اللي هو الشخصيه الافريقيه الطيبه او احنا بنقول عليها بالبلدي كده ولاد النوبه الالبوم طيب كده فاللعيبه كلها بتحبه ده معلي اللعيبه في الناحيه النفسيه صح انما يعني كل اللعيبه بتحب المدرب والمدرب بيحبها وفي ترابط ما بين اللعيبه وبعضها ودي حاجه ايجابيه جدا ولكن في الملعب في شويه حاجات تكتيكيه مش على المستوى اللي الاهلي كان فيه مثلا وللاسف بقولها في الدور الاولاني السنه دي مع مستر فايلر النادي الاهلي مع فايلر في الدور الاولاني تحديدا سيبك من الدور الثاني لان هو ما كانش معانا او كان مركز في الكورونا ومركز في عيلته لو الدور الثاني مختلف تماما يعني انما في الدور الاولاني كان احسن اداء للنادي الاهلي من فتره كابتن حسام البدري في 2016 وده لازم نعترف بيه فايلر لما جه الاداء ما بقاش عالي ولكن الترابط بين اللعيبه بقى عالي يمكن اكيد حضرتك قصدك موسيماني قصدي موسيماني الترابط بقى عالي ولكن الكوره مش زي زمان بس الكوره في الاخر اهلاويه لا الكوره في الاخر ازاي تجيب جول صح طب احنا هنستاذن حضرتك فضل. كابتن احمد بس معانا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي استاذ طارق صباح الخير في البدايه والف مبروك وبجد خلينا نقول مجهود ويعني يعني في دور كبير جدا لمجلس الاداره لازم نحيي حضراتكم عليه صباح الخير نهاوند هانم وتحياتي الاستاذ كريم والكابتن احمد فوزي صباح الفل يا استاذ صباح الخير مبروك لكل الاهلاويه الحمد لله بفضل ربنا ده موسم صعب جدا موسم استثنائي موسم فيه كورونا موسم فيه توقفات كثيره جدا موسم فيه تغيير مدير فني في توقيت ما يعني ما كانش بارادتك في نفس الوقت ادار الملف باختصار وبحرفيه تامه كابتن محمود الخطيب مع لجنه التخطيط بالنادي كل الظروف دي كلها الحمد لله انها تسفر عن التتويج بالثلاثيه صحيح ده فضل وكرم كبير قوي من عند ربنا
والحمد لله بفضل ربنا ازاي لكم التعب والمجهود اللي كل اللي بوزل جوه النادي من اصغر واحد لغايه رئيس. مظبوط جدا، ويمكن لسه كنا بنقول النقطة دي يا أستاذ طارق، يعني كمان مش فكر بس موسم صعب أو يعني بطولة صعبة أو بطولات صعبة، ده في بطولتين في أسبوع، ففي ضغط كبير جدا كمان على اللعيبة. ولكن بنتكلم عن إدارة النادي، مجلس الإدارة بالجهاز الفني، حتى الجمهور بصراحة كله كان بيحاول على قد ما يقدر إن هو يخلي اللاعب في الآخر في حالة جيدة، وكمان نفسيا هنا بنتكلم ولسه بنتكلم مع كابتن أحمد على الجزء النفسي كمان مع موسيماني، إزاي فرق في اداء اللعيبه بشكل كبير. اه طبعا بشكل كبير، وزي ما احنا شايفين هو طبعا المباراه اللي هي البطوله اللي ما نطقش واحد سواء سوبر او غيره او نهائي بطوله افريقيا، الاهم هو ان ازاي اللي يبقى شخصيه البطل وانك ازاي تجيب تكسب الماتش يعني. صح. فبرفع القبعه لكل اللاعبين وللجهاز الفني بقياده مستر موسيماني، وطبعا للقدير كابتن محمود الخطيب على توليه اداره الملف الصعب ده. كل الظروف كانت صعبه جدا. صح. كنادي اهلي تعرضت لما لم يتعرض له مجلس اداره على مدار تاريخ النادي في الفترات الاخيره كلها. صحيح. وربنا صحيح. كان كريم وكان فضله كبير جدا 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 علينا في الموسم الصعب ده وفي الفترات الصعبه اللي تم مواجهتها. ففي الحالات زي كده احنا بنفرح في النهايه كجمهور النادي الاهلي بالتتويج وبنصر ربنا وانك بتحصل على الثلاثيه وقدام، وبنحترم المنافسين كلهم طبعا. طلاع الجيش بقى ماتش كويس جدا، الزمالك لما قابلنا لعب ماتش كويس جدا، وفي النهايه ربنا سبحانه وتعالى كان كريم معانا وتوجنا بالنصر اللي يسعد الجماهير العظيمه اللي تستحق اكثر واكثر. صحيح، وبتفق مع حضرتك، اعتقد انا وكريم كابتن احمد وكل الناس اللي بتسمعنا في النقطه الخاصه كمان بكابتن محمود الخطيب وكم الهجوم اللي كان موجود، ولكن احنا دايما بنتكلم ان سياستنا وسياسه الخطيب الرد على الارض، ويمكن الرد اعتقد ان هو وصل. نشكرك جدا شكرا جدا استاذ طارق قنديه، شكرا لحضرتك. ده ما كانش مجرد رد، ده ردود يا ست الكل، ردود. احنا عمالين نرد يا كابتن بقى فتره. لا والله الحمد لله بصراحه ربنا نصف كابتن محمود يعني في نهاية الفترة الانتخابية دي أو الدورة الانتخابية دي، ربنا نصفه وجاب له حقه تالت ومتلت من غير ما هو يتلفظ لفظ سيء، ودي في حد ذاتها ربنا في الأول والآخر بيقول لك لا يصح الا صح. هو زي كابتن الخطيب ما هو طول عمره ظاهره كرويه فيما يتعلق بالمهارات والفنيات وكمان ظاهره اخلاقيه. أكيد. هنستأذن حضرتك ان احنا نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع كابتن احمد، اتفضل. مرحبا بحضراتكم، وحديثنا مستمر مع كابتن احمد فوزي حارس المرمى الاسبق في النادي الاهلي. كابتن احمد منورنا مره ثانيه، مبروك علينا مره ثانيه كمان، ويا رب ودايما كده نقعد نبارك لبعض. يا رب ان شاء الله. وخليني اروح مع حضرتك لملف كمان مهم جدا، ولو هنتحدث بقى هنا عن حراسه المرمى. تمام. بدايه من حتى شريف اكرامي، نهايه بعندنا هنا علي لطفي، وعندنا كمان مصطفى شوبير الشناوي. طبعا يعني احنا بنتكلم هنا بشهاده الجميع وجميع النقاد الرياضيين تقريبا، يعني افضل حارس مرمى في مصر وفي أكيد. افريقيا تقريبا. اكيد اكيد. اتكلم مع حضرتك في الملف ده المهم جدا. يمكن طبعا ملف حراسه المرمى في النادي الاهلي، النادي الاهلي الجمهور مكبر الدنيا شويه. تمام. انت دلوقتي في اي نادي في العالم بيبقى عندك حارس اساسي وبعديه بيبقى في حارس احتياط، وخلي بالك من كلمه بعديه دي، بتاخد فتره. الفتره مش زمنيه بس، الفتره زمنيه ومستوى وتوفيق وعدد ولعب وعدد ساعات لعب، لان عدد ساعات اللعب تحت الثلاث خشبات هي اللي بتعمل خبرات. فاكيد خبرات الشناوي بعدد ساعات لعبه مش زي خبرات علي لطفي، مش زي خبرات مصطفى شوبير. يمكن برضو قبل الهوا كنت بتكلم مع نواند، قلت لك انا كان نفسي مصطفى شوبير يطلع اعاره سنتين، واعاره سنتين ويتكتب في العقد بتاعه ان شرط انه يلعب في النادي اللي هيروحه. ليه؟ عشان ازود عدد ساعات لعبه، ولما ازود عدد ساعات لعبه ازود خبراته، ولما ازود خبراته ازود تواجده في الملعب، فيبقى قريب جدا انه يبقى متواجد، لان لسه سنه صغير. احنا بنتكلم في لعيب مواليد 2000، يعني انت بتتكلم في 20 سنه تقريبا. صحيح. تمام. فكنت اتمنى ان مصطفى شوبير يطلع اعاره ونستعيد عليه بان احنا نجيب حارس ممكن يبقى ترتيبه ثالث، او نطلع حمزه علاء. حمزه علاء ده مواليد 2001، حارس جيد جدا برضو زيه زي مصطفى شوبير، وليه هيبقى ليه دور ان شاء الله في في في, في, في النادي الاهلي. عشان كده كنت ممكن نستعيد عن مصطفى شوبير بان انا اطلع حمزه مكانه فوق ويبقى ثابت فوق
زي مصطفى، ومصطفى يطلع اعاره سنتين، بعد السنتين مصطفى هيكسب كتير قوي، النادي الاهلي هيكسب كتير جدا. دي كانت وجهه نظري في مصطفى شوبير. علي لطفي، في ناس بتنده ان يبقى معانا حارس، حارس تاني. طيب انا عايز ناس دي تدور في مصر كلها مين الحارس اللي هيجي يعوض علي لطفي، وهل لو علي لطفي لسه بيلعب في انبي لحد دلوقتي كانت الناس هتقول انا عايز واحد تاني، ولا زي ما الناس هي اللي طالبت بوجود علي لطفي في النادي الاهلي والنادي راح تعاقد معاه، لان مصر كلها كانت بتقول ان علي لطفي يستحق يلبس تيشرت النادي الاهلي. تمام. طب دلوقتي علي لطفي موجود في انبي، كنت هتقول لا انا عايز علي لطفي. طب هو دلوقتي علي عندك بس ما بيلعبش، فانت مش شايفه بعينيك، ولما بيلعب ماتش كل سنه ولا حاجه. هو يمكن ان الشناوي اداء اكثر من رائع دي يعني. قصه بقى ان علي بيلعب كل سنه ماتش او ماتشين. هو بالمناسبه يعني انا بس وحضرتك بتتكلم مخي راح كده لسؤال كنت برضو بتتكلم فيه من شويه على فكره ان اللاعب يتعرض لمباريات اكتر يبقى عنده خبرات متراكمه. أكيد. فالسؤال اللي جه في بالي هو فكره هو انهي الاظبط للمنظومه، لمنظومه حراسه المرمى، هل حارس المرمى الموهوب بالفطره وبطبيعه الحال يعني الموهبه اكيد بيتم صقلها من خلال التدريبات، ولا حارس المرمى المصنوع؟ وكلمه المصنوعه صد بيها هنا الخبرات المتراكمه اللي حضرتك بتتكلم عليها. بس انا هستاذنك قبل ما نسمع الاجابه فضل. احنا معانا على التليفون طبعا. يعني المنتج الكبير والاهلاوي الكبير دكتور محمد العد، صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك. طبعا خير يا كريم، والف مبروك عليك كلكم. صباح الخير يا نهوان. صباح الخير كابتن احمد. صباح الفل يا دكتور. اولا اشكركم على اخي دخلة. ثانيا الاول اقول هارد لك اللي طلع الجيش، عمل ماتش رائع وهايل ويستحق كل اشاده. بقول مبروك طبعا للنادي الاهلي من اول كابتن محمود الخطيب لغايه اصغر واحد موجود في النادي، وبقول ان الف مبروك ان اي اختار بيعمله النادي الاهلي مشترك فيه كل العاملين في النادي الاهلي من اول حارس باب بتاع الامن من بره لغايه اي حد. الف مبروك لكم جميعا، احنا سعداء جدا بما يحدث، وبقول ان برغم ان الرياضه اتعلمناها انها مكسب خساره بس بقت معانا مكسب فيهاش حاجه، ان احنا نظل الموضوع بالنسبه لنا مكتب على طول. الف مبروك ليكم. سعيد جدا ونيمتونا، او يعني بقول للفريق الجهاز الفني والمجلس الاداره ان انتم نيمتونا طوال ال 10 15 يوم الاخير الشهر الاخير بتنيمونا سعداء. مبروك ويسعدنا تماما ان احنا نبقى بهذا الشكل. وبقول لجمهورنا بالراحه شويه على اللعيبه، اهدوا، لان في الاخر اللعيبه دي جابت بطولتين في اسبوع، يعني تم الضغط مش الجسدي، تم الضغط العصبي عليهم عالي جدا جدا جدا، فعلينا ان نحضر الجميع ويكفيكم ان انتم احنا قول لا كنت عايز برضو قبل ما يعني ما نختم مع حضرتك المكالمه والتهاني الجميله دي، عايزين نعرف برضو مشاهدتك مش بس لمباراه الامس ويعني والانتصار بالامس. كابتن احمد كان بيتكلم معانا من شويه، مش عارف الى اي درجه حضرتك ممكن تتفق او تختلف معاه في وجهه النظر دي. هو بيقول من وجهه نظره الشخصيه انه شايف ان الفتره الاخيره النادي الاهلي نتيجه الضغوطات اللي حضرتك ذكرتها ونتيجه البطولات اللي ورا بعض والماتشات المهمه اللي ورا بعض، يمكن من وجهه نظر كابتن احمد انه فنيا مش في احسن حالاته، ولكن وهو مش في احسن حالاته برضه عنده القدره نتيجه شخصيه الاهلي وروح الفانيلا الحمراء عنده القدره على الانتصار. فحضرتك متفق الى اي درجه مع وجهه النظر دي؟ يعني اختلف معاك، هو احسن جزء المنظومه الكرويه انا راكب مش لكن اقدر اقول ان احنا عندنا النهارده فرقه في كل مكان في اثنين وثلاثه هايلين ورائعين وعظام، وبالتالي انا بعتقد ان احنا فرقه كويسه جدا. احنا ممكن طبعا نفسنا نبقى احسن، إن أرجو إن يبقى مستوعب تماما إن الفرقة دي بتلعب تحت ضغط عصبي وجسدي عالي جدا، وتحملهم للمسؤولية ما هوش طبيعي. أنت عارف يعني إيه تنزل وفي وراك 70 مليون مستنيين إنك
تحقق لهم السعاده. لا يا كابتن احمد انا ما احترمش كتير رغم ان انت اكثر تخصصا انا بتاع كوره، لا انا بشوف ان احنا عاملين فرقه حلوه جدا، نبقى احسن من كده اوكي. لازم نحط في اعتبارنا ان الموسيماني معاهم ما كملش شهر، يعني لو هو في الوضع الطبيعي كان لسه يبقى متعرف على اللعيبه دلوقتي. فده اللي هو عامله انجاز رائع وعظيم لينا طبعا تحفظات، ده اكيد، وهيبقى لنا تحفظات ده اكيد، لكن ليس في الامكان اعتقد ابدا من المكان. الحمد لله، واللي كان ده ما كانش قليل الحقيقه وما كانش شويه، وان شاء الله احنا في انتظار المزيد، وباذن الرحمن بدل ما نبقى بنتكلم على الثلاثيه نبقى بنتكلم على الرباعيه والخماسيه. احنا بنهني حضرتك دكتور محمد العد وبنشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا، نورتنا. شكرك يا فندم. نرجع بقى للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، فكره الحارس الموهوب بالفطره بالمقارنه بالحارس المصنوع. يعني بقى حال من الاحوال الحارس الموهوب ميزه من عند ربنا بيديله جفت طبيعي من عنده، ان ده حق ربنا خلقه كده حارس، انما المصنوع بياخد وقت اكبر في تكوينه، بياخد وقت اكبر وبيحتاج عدد ساعات لعب اكبر، انما الحارس الموهوب باقل عدد ساعات لعب تحت الثلاث خشبات بيبقى حارس كبير. ومن غير ما ادي امثله، مش عايز ادي امثله، ولكن الحارس الموهوب في الاخر بيحتاج فترات لعب قليله عشان يبقى وحش زي ما بيقولوا كده في الحراسه، عشان يبقى وحش تحت الثلاث خشبات لازم يلعب، بس المهم انه يلعب سواء مصنوع او سواء انه موهوب، الاثنين في الاخر هيوصلوا لحاجه واحده، ان انت لازم رجليك تكون في الملعب. ده بياخد وقت اكبر، اللي هو المصنوع بياخد وقت اكبر، ولكن في الحالتين انا لازم العب ورجلي يكون في الملعب عشان خاطر مستواي يعلى. تمام. طب مين لو حصل حضرتك كده السؤال يعني صراحة، مين شايفه من أحسن يعني حراس المرمى في مصر غير الشناوي؟ لأن الشناوي الإجابة يعني الأكيدة. أكيد اللي يعني اللي راكبين الحراسة في مصر دلوقتي هم، أنت ما بتختلفيش غير أربعة أجوان ما بتختلفيش عليهم، إذا كان أبو جبل في بعد الشناوي أبو جبل، عامر اللي مش عارف هو فين دلوقتي لأنه راح الإسماعيلي ورجع يعني لف لفة كده مش عارف هو فين دلوقتي لسه راح فين، اللي كان في الإنتاج، مهدي سليمان في بيراميدز ومش عايزين نغفل حق الولد ده لأنه حارس جيد جدا، محمد بسام في الجيش عامل موسم ولا أروع أو موسمين عشان ما بقاش كذاب، امبارح كان رائع هو، لا ما شاء الله هو ماشي كويس جدا، ما خلي بالك هما كسبوا بيراميدز، كسبوا بيراميدز 3-1 كان ليه نصيب الأسد، كسبوا الزمالك كسب سوري بيراميدز ضربات الجزاء وبسام شال ضربتين جزاء في دور الثمانيه، دور قبل النهائي كسبوا الزمالك وكان ليه دور جامد جدا في المباراه. امبارح النادي الاهلي يعني شال اكتر من اربع كور، خاصة في اثنين من مروان محسن، واحده في الشوط الاولاني واحده في الشوط الثاني، كانوا ممكن يغيروا نتيجه المباراه والمباراه تخلص في وقتها الاصلي. فيعني اعتقد الاربع حراس دول هم اكتر اربع حراس متواجدين على الساحه بعد محمد الشناوي. بيخيل لي يعني برضه يعني ده مجرد انطباع كده او فضول شخصي عندي خلينا نسميه، يعني في المباريات المهمه مباريات النهائي ونهائي بطوله، ولما يعني خلاص بنعدي بقى مرحله ان وقت المباراه انتهى والاوقات الاضافيه انتهت وبندخل على مرحله ركلات الترجيح، احنا كمجرد مشاهدين اكيد بنبقى يعني واقفين على ضوافرنا زي ما بيقولوا، امال واحد زي حضرتك بتتفرج ازاي؟ يعني مثلا امبارح انا بيخيل انت بترمي نفسك بتهيألي مع كل الكوره. لا بص اقول لحضرتك حاجه، يعني قبل ما احنا نلعب بقول اللي داخل يلعب مثلا حطها في الحته الفلانيه مع نفسي انا بتكلم كده، لا يعني مثلا بسام واقف مثلا قفشه داخل، والله انا بقول لقفشه قبل ما تحطها على اليمين جامد، بس ما تحطهاش بس ماشي كلامك امبارح، لا ما ده رزق في الاول وفي الاخر. الكوره بتاعت ايمن اشرف قبل ما يلعبها قلت له ايمن اجمد يا ايمن، راح ضعيف قوي. العكس بقى الشناوي، يمكن انا كنت قاعد مع مجموعه من صحابي امبارح، يعني لو في فرصه كنت والله اكدت لكم الكلام. الصده اول صده للشناوي الكره الثالثه كنت عارف انه هيصدها، وكنت عارف انها هتتلعب على اليمين، وكنت عارف انه هيصدها من وقفه الشناوي ومن وقفه اللعيب اللي داخل يشوط، كنت متاكد انها هتتصد. طب وقفه الشناوي مفهومه في وسط يعني المرمى، لكن اللعيب ده ممكن قبل ما يوصل لمرحله انه بيشوط الكوره يعمل تمويه ما يغير لك اللي انت قاعد متوقعه ومترقبه. هقول لحضرتك حاجه، 80% من اللعيبه اللي بتلعب برجلها اليمين وبتخش مايله على الكوره اسهل لها بدل ما تعمل رجلها كده وتعوج رجلها، لا في سكتها تحط رجلها على شمال على شماله هو اللي هي بتبقى يمين الجول. اوكي تمام، بالوضع التشريحي
انما لو دخل مواجه للكوره اسهل له انه بدل ما يعمل كده والكوره تطلع بره العارضه دي اسهل له انه يعمل كده ويحط في الشمال. فالوقفه والجسم التشريحي للاعب على الكوره والرجل اللي بيستخدمها بتبقى من الحاجات اللي المدرب المفروض بيقول للحارس بتاعه الجول اللعيب ده داخل واقف على الكوره مواجه للكوره يبقى 90 وهو بيلعب برجله اليمين كده، انما لو مواجه للكوره برجله الشمال اسهل له يحطها في سكته. كل حاجه ليها وضع تشريحي معين، فلازم برضو المدرب بيبقى موصل للحارس بتاعه واكيد الحارس بخبراته تبقى عنده فكره كل وقفه لعيب على الكوره بتعمل. فدي حاجات بتبقى جزئيات صغيره بس في تجميعتها بتعمل حاجه كبيره. صحيح. عشان كده انا في حاجه عايز اقولها، بس انا عايز اشكر علي لطفي امبارح. علي لطفي قبل ضربات الجزاء دخل الاوضه اوضه اللبس لما حس ان الموضوع دخل على ضربات الجزاء، دخل اوضه اللبس وجاب التليفون ونزل الفيديوهات بتاعه طلاع الجيش اللي شاطها اللي شاطوها في ماتش بيراميدز وشاف كل واحد هيحط الكوره فين. وقبل ما كان يخش كان بيقول للشناوي يمين شمال بيشاورهم بعيد والشناوي كان عينه معاه. الاي كونتاكت بين الشناوي وبين علي لطفي عمل نتيجه ايجابيه في الاخر ان الاهلي خد بطوله. هي دي تفاصيل صغيره نشكر فيها علي لطفي ونشكر فيها الشناوي لانه مستمع لعلي لطفي ودي الروح اللي انا قلت لك عليها. عايز اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن، انا شفتها في حديث كابتن شناوي تحديدا لما كان بيتكلم بس في الماتش ده اللي فات كان بيقول ان علي لطفي كان عنده مشكله الشناوي في الجوانتيات، قال ان علي لطفي راح الاوضه وجاب له الجوانتي. يعني شوف فعلا حضرتك بتقوله دي يعني روح رائعه، روح التكامل دي وروح التالف ما بين اللعيبه. انا اول حاجه قلتها هنا ايه؟ قلت ان في روح غريبه في النادي الاهلي متواجده دلوقتي من الترابط. صح؟ صحيح. القصه بتاعت الجوانتي دي في ماتش يوم ماتش الزمالك تبين لك قد ايه مدى الحب ما بين الاثنين. لا ده القصه الاكبر امبارح بيخش يدرس اللعيبه هتشوط فين. أيوة. عشان يطلع يقول له اثناء ضربات الجزاء كل واحد هيحط فين. دي حاجات تفاصيل صغيره. مدى الحب ده هو ده اللي كسبنا امبارح وهو ده النيات بتاعتنا سليمه، عشان كده ربنا كرمنا ببطولتين في اقل من 8 ايام. جميل جدا. طب ناخد بقى التليفون، يعني مشجعه اهلاويه كبيره جدا وكانت معانا ضيفه وفنانه جميله، فنانه ندى بسيوني. يا صباح النصر عليكي. صباح الفل وصباح الفرحه اللي الاهلي عاملها لنا دايما. صباح الخير كريم بهوات وكابتن مصر احسن حاجه. صباح الفل يا مدام ندى. صباح الفل، اهلا بيك. احنا معانا صباح الاهلي. صباح الاهلي وانتصارات الاهلي. مشجع اهلاويه. صباح الاهلي حلو. صباح الاهلي دايما حلو. من اكبر مشجعي الاهلي بالذات على تويتر استاذه ندى بسيوني، ده انا متابعاها يعني. لا انا بشجعها في كل حته مش على تويتر. ايوه لا بس عامله اداء رائع على التويتر ويمكن برضو فولورز كتير، وانا متابعه على فكره التويتس وعايزه اعرف بقى اخبار الماتش امبارح تابعتيه ازاي والاجواء كنت حد كان بتتفرجي ولا لا؟ طبعا بتفرج. يعني بصي الماتشات الجامده دي لازم الواحد ينزل في وسط الناس، يعني بالرغم ان كان في كافيهات كتير مقفوله بس نزلت اتفرجت كافيه وكان في ناس كتير واغلبهم بالحقيقه كانوا اهلاويه وكانت الفرحه جامده جدا. وبصراحه برضو احنا يعني قلقنا كتير في الماتش عشان وصلنا للبنالتيات بس الحمد لله التوفيق من عند ربنا دايما. صحيح. جميل. طيب وباذن الرحمن ان شاء الله رؤيتك ايه للي جاي؟ واحنا عارفين ان انت من اكثر الشخصيات تفاؤلا فيما يتعلق بالنادي الاهلي بغض النظر عن بقى المعطيات، يعني انت مالكيش علاقه، انت الاهلي هيفوز ان شاء الله في كل الاحوال. لا 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 ان شاء الله طبعا. احنا السنه دي بتاعتنا الحمد لله. يعني بص هي كده التوفيق من عند ربنا والسنه دي بتاعت الاهلي خلاص، يعني الاهلي ابتدى المسيره ولن يتراجع باذن الرحمن، يبقى السنه دي والسنين اللي جايه كلها كمان ان شاء الله. ان شاء الله يا رب دايما. واللي سابقها برضه هو احنا دايما كده يعني. لا ده احنا السابقه دي هنتكلم عنها، ده احنا عاملين لها فقره لوحدها نوستالجيا نسترجع انا ونهاوند دايما امجاد اهلاويه سابقه في ازمنه يعني سابقه وكالعاده من قديم الازل الحقيقه النادي الاهلي بيفرح جماهيره عبر كل الازمنه. احنا بنشكرك على وجودك معانا نورتينا وبنجدد التهنئه. الف مبروك وبالنجاح والتوفيق والنصر والبطولات يا رب ان شاء الله دائما وابدا ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا. باي باي. عوده الكابتن احمد. طبعا لا مدام ندى ليها فولورز جميله جدا يعني كل يومين بصوره بالتيشيرت النادي. ايوه بتشوفها على تويتر على طول مش كده بقولها على تويتر يعني على طول مكسره بغض النظر عن اي مكان تاني بس هي منوره في تويتر بشكل كبير. على ذكر المشجعين والمشجعات
زي ما اللعيب المتميز بيخطف عين وقلوب الجماهير والمشجعين، دايما حراس المرمى بيبقى لهم سكسي كده معين عند كل اللي بيشجعوا النادي، وليهم كده يعني هم اللي في الحته اللي في الشمال زي ما بيقولوا دايما. طبعا لما يكون حارس المرمى من دول يعني مالي مركزه ومفرحنا كما هو الحال مع النادي الاهلي. اكيد ان في اي حته في العالم ان الحارس 50%، دي كلمه احنا سامعينها من قديم الازل، الحارس 50% من الفريق. ما فيش بطوله بيجيبها اي نادي في العالم غير لما بيبقى الحارس دور كبير فيها. يعني الشناوي دلوقتي ما فيش بطوله النادي الاهلي خدها غير لما الشناوي كان ليه جزء كبير جدا. انا لو كلمتك عن الدوري الاهلي فارق عن الزمالك 20 بونت اللي هو ال 20 نقطه الزمالك الثاني، لو جيت استرجعت ال 20 نقطه دول هلاقي ان الشناوي دي فيهم على الاقل 13 نقطه، انا ممكن احسبها لك ورقه وقلم. اذا كان ماتش اسماعيلي كنا كسبانين متعدين 0-0 شال واحده غير طبيعيه ردت ب1-0 وكسبنا المباراه، وعلى كده بقى كتير يعني هنقول حاجات كتير قوي. فالشناوي ليه دور كبير جدا امبارح في ضربات الجزاء، ليه دور مهم جدا 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 طبعا. انت بتتكلم في بطولتين، ماتش الزمالك ليه دور مهم جدا، فانت اللي هو في نهائي افريقيا. فلما الحارس بيبقى جيد وبيعمل اللي عليه وبيموت نفسه حتى وان اخطا، امبارح في الهدف اللي دخل فينا الى حد ما في الجيش كان في خطا صغير للشناوي مش كل الناس هتدركه، ولكن في العموم الولد طول السنه شايل الفرقه، فربنا زي ما قلت في الاول ربنا اداله واحده كده ايه من عنده طبعا. فالشناوي دلوقتي زي ما تقول ايه متحكم على قلوب الاهلاويه، ولو حياتك تفتكر معايا قبل مباراه النهائي في 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 في, في, في ماتش الزمالك في بطوله افريقيا كان كل مصر تتخوف من ان الشناوي لا قدر الله يجي له كورونا. صحيح، وفي اشاعات انتشرت عن المحاوله يعني. اشاعات مغرضه بقى مالناش دعوه عشان المهم يعني فكل الاهلاويه كانوا حاطين ايديهم على قلبهم ان الشناوي يحصل له حاجه لا قدر الله. ليه؟ من ثقتهم، وحط تحت ثقتهم دي 100 خط، من ثقتهم في وجود محمد الشناوي تحت ثلاث خشبات في النادي الاهلي انه ممكن يشيل اي حاجه خطره ويقدر يكسبنا في اي وقت، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديه للحارس اللي واقف على رجليه. فتره من الفترات كان عصام الحضري، فتره من الفترات كان شريف اكرامي طبعا، وقبلهم العمالقه كابتن طبعًا. شوبير طبعًا. كابتن اكرامي، كابتن ثابت الله يرحمه ويغفر له ويسامحه، وقبلهم كابتن عبد الجليل حميده، ناس كتير قوي تعاقبت على حراسه مرمى النادي الاهلي، كابتن مروان كنفاني، ناس انا مش هقدر اذكر مش هفتكرها يعني كلها، ولكن كلهم ليهم المحبه والتقدير من جمهور النادي الاهلي خاصه لحراسه المرمى في النادي الاهلي. صحيح جدا، ويمكن احنا دلوقتي شايفين اهو مشاهد بالاحتفال امس، وكمان لو هنتكلم تحديدا عن الشناوي يمكن كمان الثقه اللي مديها له مستثمرين بشكل كبير. الصوره دي فيها اجمل حاجه موجوده في النادي الاهلي. الصورة دي عيلة النادي الأهلي كاملة، أنت متفرجي من كابتن محمود تحت بيسلم الجوائز، سيادة النائب العامري، مجلس الإدارة، أستاذ طارق، خالد بيبو، مرجاة، بحفظ طبعًا أستاذ عصام، كل الناس اللي موجودة دي إيديها على قلبها على قلب بعض وفرحانين، بص إزاي زيهم زي الجماهير واقفين على رجل واحدة زي وفرحانين 80 مليون. زيهم زي صحيح. أي حد مواطن عادي غلبان، ده في حد ذاته يبين لك قد ايه مجلس الاداره عيله واحده بلعبته بجماهيره. كابتن زكريا ناصف كمان اهو على الشمال، حبيبنا زيكو، زيكو عم الناس كلها. يعني اللي بقول لحضرتك عليه نرجع للنقطه تاني، فكره هنا برضو الثقه اللي موسيماني مديها ليه او اللي عنده من ناحيه الشناوي، وحضرتك برضو احنا رجعنا قبل كده وسمعنا ان موسيماني نفسه كان تارك الكلمه للفريق للشناوي، فدي اندلت على شيء ثقه كبيره جدا. دي ثقه ويستحقها دي يعني. ثقه سيبك من ثقه لعيب، لا دي ثقه شخصيه في امكانيات وقوه شخصيه محمد الشناوي انه يوصل الكلام ده للاعيبته ككابتن فرقه، لان برضو هو لعب على حته نفسيه كده ان انا كابتن الفرقه، هو يعرف فرقته اكتر مني، معاشرهم بقاله 3 سنين، حصل معاه موقف مثلا بعد ماتش صن داونز اللي هنا الاهلي خسر 1-0 السنه اللي فاتت، الاهلي كسب 1-0 السنه اللي فاتت، كان الشناوي الفرقه كلها اتجمعت وراحت للجمهور وايه وفي الاخر قالوا لهم وعدوهم ببطوله افريقيا، وعشان كده كان لازم الكلمه يسيبها للشناوي عشان يفكر اللعيبه بالنهائي. طب احنا لسه كنا بنتكلم عن كابتن خالد بيبو، هو معانا دلوقتي على التليفون طبعا مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يا كابتن خالد صباح الخير على حضرتك والف مبروك.
صباح النور والف مبروك ليكم ولجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي واللعيبه وجهاز كله يعني كله طبعا كل اللي ينتمي للنادي الاهلي ببارك له طبعا معاكم كابتن احمد فوزي وكريم حبيبي يا كابتن خالد منور الدنيا بحالها ومبروك علينا كلنا يا كابتن خالد الله يبارك فيك ويا رب دايما كل قناه الاهلي كده بتدس افراح لجماهير النادي الاهلي انا بقول يا كابتن خالد ان احنا وشنا حلو والله يعني الحمد لله على النادي من ساعه التجديد من ساعه لما جيت هو الدنيا نورت الحمد لله الحمد لله موسم زي الفل والله بصراحه يعني صراحه بمنتهى الامانه الموسم ده موسم جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي وحتى كمان قناة النادي الأهلي يعني بصراحة إطلالة جديدة بقى لها فترة حاجة مختلفة شكل مختلف وأتمنى لكم التوفيق وطبعا تنورتوا النادي الأهلي يعني بمس على كريم لسه سمعت صوته صباح الفل على حضرتك أنا بس سايبكم تتجاذبوا أطراف الحديث وقلت أجل التهنئة بس جه وقتها مليون مبروك لحضرتك وإن شاء الله المزيد من النجاحات الفترة الجاية مباراة امبارح اتفرجت عليها يعني كاملة وأنت واقف على رجليك ولا إيه اللي حصل معاك؟ والله أنت عارف يعني هو موسم صعب جدا واحنا بالنسبه لنا كنا محتاجين ان احنا يعني كل البطولات اللي احنا بنشارك فيها السنه دي ان احنا يعني نقدر ناخدها يعني هو ده طمع جمهور النادي الاهلي في لعيبه النادي الاهلي ولازم لعيبته تبقى عارفه كده. امبارح كانت الاعصاب مشدوده بشكل كبير الحقيقه. المباراه كانت جت وخلاص انت حسيت ان البطوله جت قربت وبعدين ابتدت تروح في الدقائق الاخيره فطبيعي جدا ان انت بيحصل قلق. وضربات الجزاء دي تبقى يعني طبعا فيها مهاره كبيره الاول عشان بس يعني لازم نتفق على الكلام ده انما في الاخر ممكن في اي لحظه احسن لعيب في العالم يضيع ضربه جزاء يعني ويخسرك بطوله يعني. واحنا بنكلم حضرتك من شويه شفنا مجموعه لقطات كابتن احمد وقف عند لقطه منهم اللي كنتوا كلكم واقفين فيها يعني وبتتكلموا مع بعض بيقول لك اللقطه دي بتعبر عن فكرة ان النادي الاهلي اسرة واحدة وعيلة واحدة وحتى قائمين عليه سواء من خلال عضوية مجلس ادارة او من خلال ايا كان شكل يعني التواجد في النادي الاهلي زيكم زينا زيكم زي المشاهدين العاديين واقفين متحفزين مترقبين فاللقطة دي كابتن احمد وقف عندها كتير اللي احنا دلوقتي شايفينها حالا على الشاشة قبل ما تبقى لاعب او مسؤول في النادي الاهلي فانت واحد من جمهور النادي الاهلي فطبعا الصفة دي بتصغى عليك في اي وقت بتنسى انت مين او انت مسؤول ازاي بس في الاخر ان انت بتبقى واحد من جمهور النادي الاهلي اللي بتعشقه وبتحبه وبتحب ان هو دايما يبقى منتصر ففي وقت انت يعني لازم تبقى جمهور واحنا كلنا في الفتره اللي فاتت دي محتاجين ان احنا نبقى جمهور النادي الاهلي وجمهور الاهلي دايما احنا بنقول الاهلي فوق جميع الاهلاويه صحيح فلازم انت في وقت من الاوقات تبقى حاسس ان لازم تاخد البطوله دي وبعدين احنا بنتكلم في موسم كان صعب جدا والموسم كله هتلغي وبعد ما الدوري وافريقيا وكاس فطبعا الكلام ده بالنسبه لنا حاجه كويسه جدا متعودين عليه في النادي الاهلي وحابينه دايما طول الوقت ولازم اللعيبه تبقى عارفه بقولها مره ثانيه ان جمهور الاهلي طماع وده حقه على فكره اللي احنا بناخده من جمهور الاهلي ما واحد على مليون من اللي احنا بندوه ده احنا فوزنا بالتاسعه يا كابتن خالد بعد كده ليلتها قال لك العشره يا اهلي العشره يا موسيماني يعني عملنا الثلاثيه قال لك عايزين بقى الخماسيه يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول انا باكد كلامك وبرده هرجع لنقطه حضرتك بتقول يعني بتتكلم كانك واحد من جمهور الاهلي بس حضرتك كمان واحد من اللعيبه الكبار قوي يعني انا شخصيا من الناس اللي بحبك جدا بجد من اللعيبه اللي انا بحبهم جدا ويمكن احنا اتقابلنا في يوم الافتتاح في القناه وانا كنت حريصه اتصور مع حضرتك فيعني لا بجد في ناس يعني اسمها كبير قوي وما تتنسيش وحضرتك كمان دلوقتي في قطاع الناشئين فمدير قطاع الناشئين فهروح بقى معاك لهذا القطاع ونطمن وبصراحه احنا شايفين برضو يعني في اداء مميز جدا او متميز لهذا القطاع في الاهلي. الحمد لله رب العالمين طبعا اشكرك على الدقيقتين دول اللي خططتيهم ليا ودي حاجه كويسه جدا اشكرك عليها طبعا وانا بتمنى لك التوفيق يمكن يعني ماشيين عاملين دويتو جامد انتوا كريم بصراحه وخدتونا في منطقه ثانيه في الصبح كده الناس كلها بتبقى بتتفرج بس انتوا عملتوا جو حلو قوي وبشكركم عليه طبعا
لان انتوا يعني حاجه من النادي الاهلي يعني حاجه طبعا. كويسه ان احنا نبقى متابعين. طبعا قطاع ناشئين يعني الحمد لله احنا كلنا بنكمل بعض، وكان في مجهود كبير اتعمل من خلال الكابتن فتحي والكل اللي كان بيدير قطاع ناشئين على مدار المواسم الاخيره. واحنا وانا كنت جايب فكر بنخطط له بقالنا فتره من لجنه التخطيط مع الكابتن فتحي مبروك، وانا الحمد لله قدرت ان انا انفذ جزء منه. عندنا احلام كتيره قوي بالنسبه لقطاع ناشئين. الحمد لله السنه دي قدرنا في لعيبه كتير من الـ من الـ من قطاع ناشئين ابتدت تشارك في الفتره الاخيره مع الفريق الاول. عم بدر، احمد، ومصطفى شوبير، يعني في عندنا كذا لعيب ابتدى يشاركوا، عندنا كذا لعيب من قطاع ناشئين. لا وفخري وفخري وشادي رضوان وناس كتير قوي يا خالد. يعني طبعا انا مش عايز انسى حد يعني، ففي لعيبه كتير قوي شاركوا. والحمد لله السنه دي كمان قدرنا في مجموعه لعيبه من قطاع ناشئين كتير ابتدوا يخرجوا للاعاره، وده كمان فكره بنفكر فيها في الفتره الاخيره ان احنا الاولاد من فتره صغيره السن الصغير ابتدى يبدا يخرج يلعب دوري ممتاز. عندنا لعيبه راحت البنك الاهلي، عندنا لعيبه راحت سموحه، والحمد لله على قد كده احنا لعبنا ثلاث مباريات في خدت الوقت في الدوري. 99 كسبنا، 2001 كسبنا امبارح، و2006 كسبنا اول امبارح، فالحمد لله الخطوات ماشيه يعني ماشي بشكل كويس. ربنا يوفقنا جميعا كده ان شاء الله ويوفق هذا القطاع اللي هو ده المستقبل باذن الله في النادي. شكرا ليك جدا يعني كابتن خالد بيبو، شكرا لحضرتك. هو الحقيقه الشكر موصول لكل حضراتكم، كل الناس الجميله اللي تابعت حلقتنا النهارده، واكيد الشكر لحضرتك كابتن احمد فوزي، نورت الدنيا كلها ومليون مبروك. الدنيا كلها ويا رب دايما صباحكم صباح الانتصارات والفوز ان شاء الله. ان شاء الله طول ما انتم موجودين الانتصارات هتزيد يا رب ان شاء الله. كابتن نهواند مليون مبروك. مبروك عليك يا كريم بجد، ومبروك علينا جميعا. ونهايه الحلقه بنشوف حضراتكم ان شاء الله بكره، وحلقه جديده معايا انا وكريم 10 الصبح في الاهلي.